الله يبارك في حضرتك يا دكتور. ما شاء الله دكتور مصطفى. أنا ما أعرفش بصراحة، طبعًا كلنا عارفين المهندس عمر سليم، وأنا ما أعرفش إزاي القمر لما بيهل حد يقدر يعرض أي حاجة قدامه. إن كان عليا عايز أقول للمهندس عمر اتفضل قدم لنا حاجة النهاردة، بس عزائنا الوحيد إن هو علمه عفوا يا ممتد. دكتور. لا لا العفو يا دكتور، الله يكرمك إيه الله يكرمك المهندس استاذ. عمر تحياتي للبي من العربية، بي أي شكرا. إم العربية، تشرفنا تشرفنا بكل، انا بتكلم من قلبي فعلا يعني، لا والله شرفنا يا دكتور، الله تشرفت. يكرمك. وانا انت عارف ان انا ما اعرفكش خالص، ولا يعني لا انا متابع حضرتك اعرفك كنجم من كبير سنين. بس. لا لا العفو، انا متابع حضرتك من سنين يا استاذ، الله يكرمك يا دكتور، الله يكرمك يا استاذ، اهلا وسهلا بحضراتكم الله يكرمك. جميعا. الصورة طالعة ولا لسه؟ لا الصورة لسه. اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. أنا اسمي مصطفى إسماعيل، متخرج من جامعة عين شمس سنة 1988، اشتغلت في القاهرة وفي الصعيد، وبعد كده اشتغلت في السعودية حوالي 27 سنة، ما زلت آخر فترة ليا في الاستشارات الهندسية، وقبل كده كنت في المقاولات، مهتم بمجال العقود كعلم وكعمل. عندي بكالوريوس من جامعة عين شمس، ودبلومات من جامعة القاهرة، وبعد كده دراسات عليا في الأزهر حوالي 10 سنين ولا 7 8 سنين. النهاردة عايز أتكلم مع حضراتكم في موضوع في العقود، باعتبار إن إحنا بنشتغل في العقود بصفة يومية في مجال الكونستراكشن. عايزين نسهل الأمر في مجال العقود، عايزين نعرف واحنا بنتحرك نكون عندنا الكوشنز الكافيه، عارفين احنا بنعمل ايه ورايحين فين وجايين منين وبنكتب ايه وبنكتب ليه. اخترنا النهارده علاقه المالك مع الاستشاري عشان تكون موضوعنا في اللقاء الجميل النهارده ان شاء الله. العقود عايز اطمن الاول، نسمع كده من الساده الحضور، حد يكتب لي واحد لو الصوت كويس، يكتب حد اثنين من الساده الحضور يكتبوا لي واحد. الصوت كويس ان شاء الله يا باشمهندسين. عموما كده الصوت كويس. برحب طبعا بالساده الزملاء اللي انا عارف منهم ناس محترمين كتير واساتذه كبار. هنجد صعوبه في ال عندي صعوبة في الناس المحترفة اللي هنتعامل معاهم النهاردة، هنحتاج منهم مجهود عالي عشان هم مستواهم عالي جدا. أهلا وسهلا بالجميع. المقدمة المعتادة في العقود بنقول إن إحنا داخلين مشروع المقاولات عشان يكون في بينيفيشال ريليشن شيب بين أطراف العقود. هنركز النهاردة زي ما قلنا على العقد بين المالك والاستشاري. العقد بين المالك والاستشاري ممكن يكون تيلورد، وممكن يكون تيلورد يعني مع متفصل على قد المشروع، وممكن يكون ستاندرد فورم اوف كونتراكت زي الاي سي او الاي سي اي او الفيديك. النهارده اخترنا الفيديك وبعض نماذج الخليج العربي نتكلم فيها بسرعه. هنعرف يعني ايه الفيلم. فورمز اوف كونتراكتس مجموعه من نماذج العقود، مجرد منظمه. الفيديك هي مجرد منظمه. عايزين ناخد نوتس مع بعض كده. محترمه اتكونت من عشرات السنين، من سنة 13 ابتدت ببعض أو من مع المهندسين الاستشاريين في
تمام يا دكتور، سامح حضرتك. تمام، هو فصل ورجع. فصل ورجع ثواني كده. ال قلنا الفيديك منظمة أوروبية تكونت سنة 13، سريعة لمن يحب ياخد فكرة يبقى يطلع على السلايدز، مش هندخل في التفاصيل اللي مش بتخدم. أول مؤتمر اتعمل سنة في جنت في بلجيكا سنة 13، وبعد كده عملنا ان احنا نعرف اهم حاجه من كام سلايد دول، ان احنا نعرف ده الديفلوبمنت بتاع الفيديك، نعرف ان احنا في عندنا فورمات مختلفه للفيديك تسهل اداره عقد محدد، الماجوريتي اوف ورك بتاعته من نوعيه معينه. لما بنتكلم عن عقد الكونستراكشن العادي خالص، العماير اللي احنا عارفينها والابراج اللي احنا عارفينها ومعظم المشاريع الكونستراكشن، بنلجأ لفيديك اسمه الفيديك الاحمر. هو الكلوزز بتاعته والشروط العامه والخاصه فيه بتساعدنا نمانج عقد كونستراكشن من النوع المتعارف عليه زي المباني والكباري والسيفل ورك بصفه عامه. لو لقيت عندي شغل فيه نو هاو شويه وفي ديزاين بيلد عايز اخلي حد يصمم لي وينفذ بالمره، ففي الفيديك بيديني توصيه بالفيديك الاصفر. وفي نوع تاني لو انا ما عنديش الامبلوير ريكويرمنت، شويه معلومات عريضه كده عن المشروع بتاعي، بيقول لي انا انصحك بحاجه اسمها الفيديك السيلفر او الفيديك الفضي، استعمله هيساعدك في اداره المشروع. نقول تاني كمان مره، هل ده دستور؟ هل ده قانون؟ هل ده اجباري؟ احنا بنقول لا، هذا مجرد بدل ما تبتدي انت من السكراتش تقلب او تفكر في عقد لهذه الظروف الخاصه اللي انت فيها، فانت بنتكلم معاك على ان في شيء اتعمل ونجح اسمه فيديك احمر للكباري والمباني، فيديك اصفر للمصانع والام اي بي وورك، فيديك اي بي سي للترنكي بروجكتس. يعني ايه ترنكي؟ امتى تروح لترنكي؟ لما بتكون الدوله او الاونر او الامبلوير عايز يعمل فاسيلتي، الفاسيلتي دي ما يعرفش يصممها وهو مش عارف كتير من تفاصيل متطلباته، بس عارف الاند برودكت، عارف هو عايز ايه في الاخر، عايز منتج محدد، ميجا وات، عايز الميجا وات، عايز اس تي بي، محطه صرف صحي بديسشارج مع بمخرجات معينه، عايز محطه تحليه مياه بمخرجات معينه، فما يعرفش جواها تفاصيل كتير. التفاصيل الكتيره دي بيحتاج يلجأ لكونسلتنت لاكسبرت يعملها له. لو كانت مبهمه جدا فبيروح الى اي بي سي، لو كانت عنده بعض الامبلوير ريكويرمنت وكونسبت ديزاين ممكن يروح بيها للفيديك الاصفر. طيب امال احنا ناس كتيره ما فكرتش، امال الاستشاري بيعمل في حد بيكتب لي على الشاشه يا باشمهندس عمر؟ مش انا. يا فندم انا اشوف مين وهشيله على طول. اي اسم غريب ما عندي هشيله. مشكله، لا ما عندي مشكله، ما عندي مشكله. أهل لو كانت غير مقصوده اهلا وسهلا، لو لا كانت لا، مقصوده هو اسم غريب. شكل جمالي هي غير مقصوده اكيد. يعني لا العلاقه بين الاستشاري والمالك، صوت مسموع؟ العلاقة بين الاستشاري والمالك هنغير خالص، ما في مشكلة. ايه ده دي هتستمر. الفيديك نظمها بحاجة اسمها الفيديك الأبيض. ايه الألوان دي؟ الألوان بيها للون اللي لها علاقة بالمحتوى تماما، بس بيميزوها مع بعض. لما تتصل بزميل ليك تقول له أنا عايز أعمل عقد استشاري مع مالك، نختار أنهي فيديك؟ تقول له خد الفيديك الابيض، يقول لك خد الفيديك الابيض. الابيض يعني الجلده بتاعته لونها ابيض مخصصه لكده. طيب الفيديك الابيض هنبتدي دلوقتي، بنقول اهو احنا هنركز على الفيديك الابيض 2006 اللي هو الفورث اديشن.
مع ان ان بليس في الفيفث اديشن، بس طبعا الفيفث اديشن عشان تبتدي تتكلم ان في عقد بول كلابينج، ان في عقد ماشي بيه لسه قدامنا سنتين ثلاثه. That fucking gorilla penis. العقد ان بروجرس. Humongous fucking cock. Dick, dick, nigger, nigger. باشمهندس عمر انا تصور ناس والله اسف والله انا بدور على اسم انا اصلا انا هخرج وادخل تاني احسن. ماشي دكتور. انا هضطر احذف اي حد ليه اسم غريب. انا حذفت منهم حوالي 5 بس الظاهر ان في جروب كامل عمل الموضوع ده. انا وقفت في جيمس دوت ريموف. طيب في حد تاني اي حد اسمه غريب هنشيله. فيكس فيكس هارتمان على السلامة. هنضطرني في ال يعني دبليو في الاختيار ده احنا مفعلينه. طيب سنة واحدة اختار نفسها في القاعة. السلام عليكم دكتور. السلام عليكم ورحمة الله. معلش احنا ناسيين حصل هجوم علينا من الهاكر واضطرينا احنا نمشيهم كلهم، أي اسم غريب شلناه. نعم. كان حصل هجوم على القاعة ومشينا كل الأسامي الغريبة عشان ما يبقاش في مشاكل. تمام. ماشي يا دكتور، الله يخليك يا دكتور. هل ممكن نعمل شير سكرين؟ انا كده صورتي طالعه. طيب انا يعني مش كل حاجه باينه معايا لسه. طيب لا لسه. ايوه طب في انك ستارت ماي فيديو. ايوه كده. ايوه تمام يا دكتور، كده الصوره ظهرت. تمام، فاضل شير سكرين. ايوه
تمام كده كده. اه تمام يا دكتور. طيب كنا بنقول ان احنا وصلنا للفيدك الابيض، علاقة الاستشاري مع المالك هيعملوا عقد مع بعض. النموذج في الفيدك المتاحة اسمها النموذج الابيض، الفيدك الابيض، الغلاف لونه ابيض لا اكثر ولا اقل. بنتكلم عن غلاف في الفيدك، اللي عنده سؤال عن الفيدك ومفهوم الفيدك والسيناريو ده انا ان شاء الله جاهز، وانا فاتح الاسئله بعد اذنك يا مهندس عمر عشان نعمل ستريم لايننج مع الجميع مع لمده اول ربع ساعه، يعني لغايه مثلا 10 الا ربع، عشان الناس تبقى ما حدش يبقى عامل بلوك لنفسه من اول المشروع. معانا ربع ساعه، اللي مش واضحه حاجه معايا يقول لي. دخلنا بعد كده قدامي الاصدارات للفيدك الابيض، الفيرست اديشن والسكند والثيرد والفورث والفيفث. في واحد 2005 اللي هو الثيرد، والفورث هو 2006، والفيفث 2017. 2017 بالفعل فيه تحسين كويس، واللي جاري لغايه دلوقتي في السوق هو ال 2006 اللي اسمه الفورث اديشن. هنشوف النهارده، هنمر مرور الكرام على، مش مرور الكرام، مرور على كل بنود الفيدك الابيض، وبعدين هنشوف ايه هي الافليات فورمز، ايه اللي بتساعد معاه وايه اللي بتشتغل معاه الانتر اكتد معاه، وهنشوف التحسينات في الفيدك الفيرجن الجديد اللي اسمه 2017. وبعد كده هنبص على نموذج في العقد، في التحسينات هنشوف العقد العماني قال بعض الجمل كده والعقد الكويتي، وبعدين هنشوف نموذج اشتغلنا بيه طبقا للعقد السعودي. طبعا العقد السعودي اكثر واحد اشتغلت بيه، وعقد الاستشارات، وفي بروس اند كونز هنتكلم عليها في طريقنا. الفيدك الابيض احيانا الاستشاري بيكون المشروع اكبر او يتطلب تصنيف اعلى منه، او يتطلب امكانيات بشريه وامكانيات ماديه اعلى من امكانياته، فبيبتدي يعمل جوينت فينشر مع مكاتب متخصصه، مكاتب متخصصه في السويل ميكانكس، مكاتب متخصصه في سيفتي، مكاتب متخصصه في البيم، مكاتب متخصصه في الانفايرمنت، مكاتب للام اي بي. وارد تعمل جوينت فينشر من اي نوع، ففي الفيدك بيساعدك انك تستعمل هذا النموذج اجريمنت اللي هي اول اديشن ليها كان سنه 92، دي بيسموه جوينت فينشر اجريمنت فور كونسلتنج كومبانيز بيدنج فور انجينيرنج سيرفيسز اجريمنت ان جوينت فينشر اور كونسورتيوم. لو عايز تعمل كونسورتيوم مع شركه او اكتر من شركه، او لو عايز تعمل جوينت فينشر مع شركه، فانت بتلجا للفيدك اللي اسمه جوينت فينشر اجريمنت. طيب لو انت خلاص المشروع معاك وعايز تعمل سب كونسلتنج، ففي حاجه اسمها سب كونسلتنج اجريمنت، ودي باختصار نحفظها زي عقود المقاولات، بتتكلم عن باك تو باك اوبليجيشنز. هنا دي سكيم صغير كده، بورتري صغير لعلاقه الفيدك الابيض مع الفيدك الافلييتد. عندنا الكونسلتنت، وعندنا كلاينت، وعندنا سب كونسلتنت، وعندنا جوينت فينشر. انا ممكن اعمل هنا كده جروب بين الكونسلتنت والجوينت فينشر او الكونسورتيوم، يبقى ده اسمه الكونسلتنت الكبير، هيتعامل مع المالك. قد يكون الكونسلتنت بيعمل شغل مع سب كونسلتنت للاساسات او السيفتي او في قدامي اهو الكتب المتاحه قدامي، فيديك فورمز مختلفه. المجموعه دي مع الاحمر والاخضر والبرتقاني والسيلفر بيسموها فيديك سيوت اوف كونتراكت. طيب الاستشاري اللي انا عايز اعمل معاه عقد ده، قلت ابص على شكله في اشهر فيديك، الفيديك الاحمر اللي هو بتاع المقاولات، اللي هو بتاع الكونستراكشن، اللي هو بتاع المباني العاديه او المنشات المعتاده اللي ليست ام اي بي تخصصي، وليست اس تي بي سيوج تريتمنت بلانت متخصصه. الفيديك الاحمر هو اشهر فيديك، واشهر نسخه ليه طبعا ال 99، وحاليا في ال 2017. وارجع اقول تاني، الفيديك مجرد نموذج حضرتك بتستعمله. يا ريت نكتب كده عندنا للناس الجديده على الجمله دي، عشان ما نمشيش ورا اعلان
معلومات عامة بتقول إن الفيلك ده حاجة مهمة أو حاجة، هو مهم طبعاً، حاجة كود يعني، هو ليس كود، هو مجرد نموذج عايز تستعمله حضرتك، تستعمله عايز تسترشد بيه فقط، تسترشد بيه، عايز مالكش علاقة بيه مفيش أي مشكلة، توكل على الله. عندك many different forms of contracts، استعمل العقد المصري، استعمل العقد السعودي، استعمل العقد الكويتي اللي انت عايزه، استعمل tailored أو Facebook form of contract، اعملها انت، ما بتجيش من ورقة بيضة، بتيجي من عقد قديم تنطلق منه. اللي عايز اقولها عليه حضرتك وتكتبه، سواء انت خبير في الفيتك او غير خبير في الفيتك، لا تعدل على general conditions، ليس لك علاقة بالgeneral conditions، تاخدها copy paste. لو هتتعامل مع الفيدك، سواء الفيدك كله أو جزء منه، هتاخد الجنرال كوبي بيست. عايز تتعامل، هتتعامل مع الأبندكسس، هتتعامل مع البارتيكولر كونديشن، تضيف وتحذف. الإنجينير اللي احنا هنتعامل معاه دلوقتي، اللي اسمه في العقد الأبيض، الفيدك الأبيض، اسمه الكونسلتنت، عليه أوبليجيشنز في الفيدك، معظم الفيدك نفس الأوبليجيشنز، فعليه في الفيدك الاحمر اللي انا جبت منه الكلوزز دي كوبي بيست، بتقول الكلوز نمره 3 في الفيدك، ليه ديوتيز واثوريتيز، ليه صلاحيات، عليه ديليجيشن يعمله، عليه انستراكشنز للموقع، عليه ريبليسمنت اوف ذا انجينير، ممكن يتغير هو نفسه، عليه ديترمينيشن، من اشهر البنود بتاعه الاستشاري الديترمينيشن اللي هي التقييم، التقدير في الخلافات وفي التسعير وفي المستخلصات، كل شغله ديترمينيشن. لذلك انا جاي اعمل عقد دلوقتي، سواء فيدك او غير فيدك، هسال الناس الكونستراكشن، هو المهندس ده هيعمل ايه، الانجينير ده، الكونسلتنت ده شغلته ايه، والله هيكون شغلته بعض الامور دي بما فيها من تفاصيل عريضه. لذلك انا عايز اعمل سكوب اوف ورك للفيدك الابيض او للتيرور، العلاقة الملك بالاستشاري، هستعمل النقاط دي عشان اكون سكوب اوف وورك. الملحوظه بتاعتي هنا بتقول سو ذا انجينيرنج سيرفيس كونتراكت، اللي هو الفيدك الابيض او العقد السعودي او العقد اللي انا هعمله للانشاء البرج بتاعي او الكوبري بتاعي، ذا انجينيرنج سيرفيس كونتراكت شال انكلود ذا رول از منشند ان كلوز 3 في الريد فيدك، هذا هو الرول بتاعه. لو كان عندنا ديزاين هنتكلم على انه ديزاينر، لو كان عنده ديزاين زي العقد الكويتي، مرحله اولى ديزاين، ثم مرحله ثانيه كونستراكشن سوبرفيجن اند بروجكت مانجمنت اند اور بروجكت مانجمنت، يبقى بنتكلم عن الثلاث امور، عندنا ديزاين، كونستراكشن سوبرفيجن اند بروجكت مانجمنت. ده شكل الغلاف، ده الغلاف بتاع الفورث اديشن. لغاية هنا حد كلنا اونلاين يا جماعة، كلنا ما شاء الله اساتذة وعارفين المعلومة صح. اوكي، مفيش اسئلة. السكيلتون بتاعي، بتاع الفيدك الابيض الفورث اديشن بهذا الشكل، الهيكل بتاعي، عندي اتفاقيه، عندي جنرال كونديشن، عندي بارتيكولر كونديشن. البارتيكولر كونديشن فيها جزئين، بارت A وبارت B. البارت A هي اللي بتديني تعليمات من الجنرال كونديشنز املاها في البارتيكولر كونديشنز. يعني احنا بنقول لما يتاخر دفعه الاستشاري، يستحق الاستشاري تعويض اتفاقي عن كل يوم 100 جنيه. ال 100 جنيه دي انا هكتبها 100، حضرتك هتكتبها 200، المهندس علاء هيكتبها 1000، المهندس محمد هيكتبها 500، كل ده هنا في البارت A. بارت B اديشنال كلوزز محتاجين نضيفها، محتاجين نتكلم عليها، بنذكرها بصفة خاصة. من شوية قلت لك افتكر دايما الجنرال كونديشنز لا أقرب إليها، البارتيكولار كونديشنز هي اللي نتعامل معها. الجزء الرابع عندي أبندكسز، أبندكس 1 سكوب أوف سيرفيسز، نطاق العمل.
السكوب اوف سيرفيسز ده بيجي من حاجه دايما اسمها تيرمز اوف ريفرنس، بيتكتب فيها ما هو المطلوب بتعدها انت كمدير عقود عند المالك بالاشتراك مع الاستشاري، تقول له انا عايز منك 1 2 3. الابندكس 2 بتتكلم عن حاجه اسمها الافراد والمعدات والمرافق والخدمات التي سيقدمها الكلاينت. المالك هنا في هذا العقد بالمناسبه عفوا اسمه الكلاينت، اسموش الاونر او الامبلوير زي الفيديك لحمه. ففي خدمات هيقدمها الكلاينت للاستشاري طبعا. الابندكس 3 بتعمل تايم سكيدول فور سيرفيسز، بتقول انا هخلص الديزاين في 8 شهور، وبعد ما اخلص الديزاين ابتدي كونستراكشن سوبرفيجن، او في مرحله الديزاين هعمل الكونسبت ديزاين في المده دي، ثم الاسكيماتيك في المده دي، ثم الديتيل، ثم الشوب دروينج او الاي اف سي، ثم الكونتراكت اجريمنت هعدها، والبي او كيو، والبيد دوكيومنت او التندر دوكيومنت. كل ده يبان معايا هنا في التايم سكيدول فور سيرفيسز. ايه او لو كنا في مرحله التنفيذ فقط، ممكن تتكلم عن الديبلويمنت بلان زائد التايم سكيدول. يعني انا هنزل مهندسين الاساسات من داي 1 الى لمده 6 شهور، ثم بقى وخلالها جراديولي هينزل مهندس الام اي بي، ومهندسين السيفل، ومهندسين الاركتكت لو احتجتهم، مهندسين السيفتي من داي 1 معايا، مهندسين الكواليتي من داي 1 معايا. ابندكس سوري كانت لازم دي تكون 4. ابندكس 4 بتقول سكيدول، ابندكس 4 هي السكيدول، ابندكس 3، ابندكس 4 هي التايم سكيدول، والابندكس 3 هي الريميونيريشن اند بيمنت. الابندكس الخاص بالدفعات والتعويضات اسمه ريميونيريشن اند بيمنت. بنتفق من اول المشروع الجدول الزمني شكله ايه، البرنامج الزمني شكله ايه، بنتفق هندفع ازاي، بنتفق عن الخدمات التي ستقدم من الكلاينت، بنتفق عن السكوب اوف على السكوب اوف سيرفيسز. لو اتفقنا على الاربعه دول صح، يبقى ان شاء الله ما عنديش اي مشكله في تنفيذ الاتفاقيه دي. اسمها اتفاقيه وليست، يجوز نقول عليها عقد طبعا، ولكن احنا بنسميها اتفاقيه لما بتتعلق مع الاستشاري، وده لفظ شهير جدا في الكويت بصفه خاصه، بيفرقوا تماما بين عقد المقاوله بتاع المقاول وعقد الاستشاري اللي بيسموه اتفاقيه. دي مكونات الاتفاقيه حسب الفيديك فورث اديشن اللي هو 2006. دي الكونتنتس، دي البروفيجنز، وال دي البروفيجنز والكونديشنز. تايم سكيدول الكلام ده صح، نمره 4 اللي وراه اللي قبليه نمره 3 هو الريمينريشن اند بين. دي مكونات العقد، الناس اللي ما شافتش عقد فيديك كتير، دي مكونات العقد الجنرال كونديشنز. احنا قلنا ايه تاني، نبص تاني هنا، عايزين نرجع لدي كل فتره. العقد يتكون من اجريمنت، جنرال كونديشن، شروط عامه، شروط خاصه. الشروط الخاصه قسمين، قسم انا بملاه بناء على فراغات موجوده في الجنرال كونديشنز في الشروط العامه دي، بيقول لي حسب ما يتفق عليه في الشروط الخاصه، حسب ما يتفق عليه في الشروط الخاصه. لازم ارجع املى انا هنا اللي انا هتفق عليه، زي ما قلت لحضرتك 100 جنيه او 1000 جنيه او 500 جنيه تعويض للاستشاري عند تاخير الدفعات. هنا بارت بي، اي شروط خاصه انا عايز انزلها في المشروع بتاعي عشان المشروع بتاعي ليه حالات خاصه. الابندكس 1، ابندكس 2، ابندكس 3، ابندكس 4، هي دي مكونات العقد للمره الثانيه بنقولها. العقد التفاصيل البريك داون بتاعت مكونات العقد اللي قلناها في جنرال كونديشنز اللي هي الجي سي اللي انا بتكتبها من شويه. جنرال كونديشنز فيها 8 كلوز، 8 كلوز لغايه الاربيتريشن اخر كلوز. الثمانية كلوزز دول تحولوا الى 10 كلوزز في الفيديك 5th اديشن 2017. اظن كل اللي متعود على العقود الديفينيشنز
التفسير، الاتصالات، لو اند لانجويج، لغه العقد وقانون القابل للتطبيق، تغير في القوانين، السب كونتراكت، السب كونتراكتنج ازاي تعمله، الكوبي رايت، النوتيسز، الاصدارات، الكوربشن والفرود، ما هو ما ايه صلاح ايه شغل العميل، من هو العميل، من هو المالك، وما هي المطلوب منه، وما هي صلاحياته، وما هي واجباته. بعد كده طبعا نمره 4 هنلاقيها الاستشاري، نمره 3 سوري، نمره 2 هو العميل، نمره 3 هو الاستشاري، سكوب اوف سيرفيسز نورمال، عندنا حاجه اسمها السيرفيس النورمال، وعنده اديشنال سيرفيس، وعنده اكسبشنال سيرفيس، كل دي تعريفاتها جايه. عنده مسؤوليات، ديوتي اوف كير، ديوتي اوف كير، اكسرسايز اوف اوثوريتي، صلاحياته يمارسها ازاي، املاك المالك، املاك المالك، املاك المالك اللي قدمها فين يا باشمهندسين، اللي عايز يربط معايا اللي هنا، equipment facilities and services of others provided by the client. هنا ليه املاك الملك، بقى ليه املاك، ممثل المالك، ممثل الاستشاري الاخ. وبعد كده نمره 4 بدايه العمل والترمينيشن، لغايه الترمينيشن والفاريشن. الكلوز نمره 4 ده هنلاقيه يتقسم في الفيديك الجديد نمره 5th اديشن 2017، اتقسم الى 2 كلوز. Agreement effective، متى تبدأ الagreement، commencement and completion، البداية، الvariation، الdelays، الظروف المتغيرة. 4 و5 ده المهم جدا اللي عايز يتكلم عن الكوفيد 19 او unexpected circumstances. اهو arbitration، sorry abandonment، suspension or termination، الغاء العقد او التنازل، يعني الغاء الاتفاقيه خالص، او تعليق الاتفاقيه، او التيرمينيشن، انهاء الاتفاقيه. كوربشن اند فرود، اكسبشنال سيرفيسز، ما هي الخدمات الخاصه، التزامات الاطراف، كل ده هنشوفه واحد واحد طبعا. الدفعات، كيف بتكون الدفعات، المسؤوليات، ما هي المسؤوليات، من اهم البنود اللي تقراها في اي عقد، مسؤوليات ومدتها وحدودها. انشورنس، هتأمن على ايه، هما حاجتين. كلاينت بروبرتي، المعدات اللي جابها لك الكلاينت، وفي نفس الوقت الاشخاص اللي بيشتغلوا. ديسبيوت اند اربيتريشن، ديسبيوتس اند اربيتريشن، في بتحل الديسبيوت ازاي، بالتفاهم، حل الودي، الميديشن، الاربيتريشن. الفيديك الجديد دخل الادجيديكيشن اللي كلنا سمعنا عنه برضو، ناخدهم بند وبند. حد عنده سؤال تاني؟ حد عنده سؤال يا باشمهندسين؟ باشمهندس احمد ابو زيد اتفضل. احمد ابو زيد اهلا وسهلا. اتفضل. باشمهندس احمد، ايوه، الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تمام يا دكتور، اتفضل يا باشمهندس، اتفضل. كنت عايز اعرف الوايت بوك هو السيلفر ولا الوايت غير السيلفر؟ جميل يا باشمهندس، حاجه تاني؟ شكرا، اشكرك، جزاك الله خيرا، شرفتني جدا جدا. عايز اسمع منك اسئله في اخر المحاضره ضروري. حاضر. السيلفر بوك، انا مش هقول ان انا قلت قبل كده. السيلفر بوك يا باشمهندس احمد هو اللي اسمه الاي بي سي، بينفع للاي بي سي كونتراكت، مفيد للاي بي سي كونتراكت، مناسب اكثر، اكثرهم مناسبه للاي بي سي كونتراكت، هو اسمه السيلفر. اما الوايت بوك هو الوحيد المناسب للكلاينت كونسلتنت اجريمنت، عايز تعمل اتفاقيه تشغل معاك استشاري وانت الامبلوير، فبتعمل بالسيلفر بوك، سوري، بالوايت بوك بتاع النهارده. يبقى الوايت بوك يا باشمهندس
احمد هو بيتعامل مع، يفضل التعامل بيه لو هتروح للستيك فورمز اوف كونتراكت هتختار الوايت بوك. لو بتتكلم عن بنسال سؤال واضح وصريح، ما هو السيلفر بوك؟ هو السيلفر بوك اللي اسمه انجينيرنج بروكيورمنت اند كونستراكشن فيديك فورم اوف كونتراكت الذي يصلح لهذا النوع، بيسموه احيانا تيرنكي كونتراكت، لما تكون عايش فاسيليتي تيرنكي وانت ما بتفهمش فيها كتير كامبلوي، فبتتفق فيها عليها بالعقد الفدي اللي اسمه سيلفر بوك. بتتفق عليها ازاي؟ بتقول بتقدم بس employer requirement، بتقول انا محتاج محطة توليد طاقة كهربائية اكس ميجا وات او جيجا وات، والتفاصيل والنصيحة في التيرنكي كونتراكت واليلو بوك الاي بي سي لا تتمادى في وضع مواصفات، لا تنزلق في وضع اشتراطات ومواصفات كثيرة، عشان انت اصلا بتاخد الريسك اللي عليه في عمل محطه تحليه المياه بتنقله الى المقاول. كل ما تقول له انا عايز الميه الاملاح فيها قد كده، وانا عايز الميه يبقى لونها كويس، وانا عايز الميه يعني اللزوجه ايا كان، بتتكلم بتورط نفسك في مواصفات اوريدي هي مكتوبه. انت بتقول له انا عايز ميه تحقق مواصفات وزاره الصحه المصريه، حتى تاريخه او حتى تاريخ الافتتاح. ما تحاولش تشترط وتقول ويكون مساحه المبنى 10000 متر مربع، انت ممكن تطلب عايز قد ايه مخرجات، انما لا تتعامل كما لو كنت محترف. لو انت محترف تروح بقى لليلو بوك، ولو محترف اكتر ممكن تروح ناحيه العقد تفصيلي ديزاين بيت بيلد باي طريقه تريحك، سواء هو احمر او غير احمر. تمام يا فندم. هنا التعريفات جنرال بروفيجن، ان شاء الله مهندس احمد تكون تمام انت كده. هنا التعريفات، ما هي الاعمال، ما هي البلد، ما هي البارتي اند بارتيز، الكلاينت يعني المالك، البارتي يعني المالك والاستشاري، واي ثيرد بارتي موثق في الكونتراكت. عشان انت احيانا وانت بتتعاقد مع المالك بيقول لك ويكون زي العقد الكويتي بيعمل نومينيتد سب كونسلتنت، بيقول لك استشاري السيفتي يكون اكس واي زد، استشاري السكيدولينج اتش كي اي، استشاري البروجكت مانجمنت تحقيق هيكون بغض النظر هيكون اي اسم من المفروض انه كويس يعني. والاعمال هي الاعمال البيرمننت وورك، والكونتري هي الكونتري اللي بيتعمل فيها العمل او مصر من العمل، معظم العمل. عشان انت ممكن تكون بتعمل شغل ما بين السعوديه والكويت والامارات، فالاكثر الاعمال فين؟ هي السعوديه، وانت عقدك في السعوديه او الكونتري هي السعوديه، الكلاينت هي العميل وخلفه القانونيين واي اشخاص يمكن التنازل له، مع انه ما ينفعش يتنازل الا بموافقه الطرفين، ولكن هو ده الكلاينت. الكونسلتنت هو الاستشاري، هو اللي مطلوب منه يؤدي هذه الخدمه. الفيديك بيترجموها بالفرنساوي، اللي بيعرف يقرا فرنساوي فيدريشيون، انت خليها بالانجليزي انترناشونال دي انجينير كونسل، ذا انترناشونال فيدريشن اوف كونسلتنج انجينيرز. النمره 1/10 ولا 1/11 بدايه العمل، ما هو بدايه العمل، بدايه التنفيذ، دايما هنلاقيه بعد شويه كده، هو اللي يتفق عليه في الابندكس. تايم فور كومبليشن، مده التنفيذ، اتفقنا الاستشاري هيصمم لنا المشروع ده في 3 سنين، اليوم هو الكالندر داي، والسنه هي 365 يوم. الكلام ده بيفرق كتير يا باشمهندسين، الكلام ده بيفرق كتير. ريتن اور ان رايتنج، تعني يتفق معاك اهو من دلوقتي، لما تلاقي وانت بتقرا الفيديو ريتن اور ان رايتنج، بتعني انها مكتوبه بالهاند رايت بالتايب رايتر او مش مهم تكون بالكمبيوتر، ممكن تكون بخط الايد، مش هتفرق. الكلام ده بيساعدك ان زي ما انا بقول لحضرتك لا تتعرض للجنرال كونديشن، لا تكتب شيء في الجنرال كونديشن، ما تشيلش بند وتحط مكانه بند، او تكتب جملتين جوه بند. عندك تعديل روح للبارتيكولر كونديشن. لو عندك تعديل هتعمل ايه يا باشمهندسين اللي فهمنا مع بعض؟ هنرجع هنا
ملناش دعوة بده خالص، لينا دعوة بده. هندخل على البارتيكولار كونديشن ونكتب متى نشاء، سواء في الجزء ده اللي اوريدي بيقول لي في الجنرال كونديشن روح لدي املى هنا، املى الفراغات هنا، او بنود جديده خالص بارت بي اديشنال كلوز. يبقى يا ريت نكون كتبنا في الاجنده قاعده عامه ممنوع التعامل مع الجنرال كونديشن الا الاستفاده التوجه الى البارتيكولار كونديشن عشان املى ال 100 جنيه وال 500 جنيه وال 1000 جنيه. ده تعريفات. دي التعريفات تاني الديفينيشن. الاجريمنت يعني ايه؟ هي الاتفاقيه اللي هتتم بين المقاول، عفوا، بين الاستشاري والمالك. الابندكس يعني ايه الابندكس؟ سكوب اوف سيرفيس نمره واحد، شفناها شويه في الاستراكشر، شفناها في السكيلتون. نمره اثنين بيرسونال اكويبمنت فاسيلتيز اند سيرفيسز اوف اذرز to be provided by the client. Services of others يعني ايه؟ يعني انت ممكن يكون الراجل اللي بيعمل الجيوتكنيكال ريبورت اساسا تبع المالك، ماليش اي علاقه بيك استشاري غير كوردينيشن، فالمالك هيقدمني السيرفيسز دي من مصدر ثالث، شركه الاساسات العربيه، هو ده السيرفيس باي اذر. طبعا نفس الكلام اكويبمنت فاسيلتي الكلام. نمره ابندكس 3 هندفع ازاي؟ بدل الاتعاب والدفع، ريميونيريشن الاتعاب، بيمنت الدفع. ابندكس 4 تايم سكيدول فور سيرفيس، تايم سكيدول فور سيرفيس. الخدمات هنأديها ازاي؟ سهل علينا وانا اتكلمت فيها من ثواني. بروجكت هنبتدي بقى يا باشمهندسين، انا دايما بتكلم من ادفانس، هنبتدي نكتشف في كلام يا بيتكرر يا انا هقول انا قلته خلاص. عشان كده اللي قلنا ربع ساعه، اللي عايز يسال سؤال ربع ساعه خلصت، اللي كان عايز يسال سؤال ممكن يسال، يكون سال يعني عشان يبقى معايا اون ذا ليفل اون ذا كومن بلاتفورم. بنعمل مع بعض كومن بلاتفورم، عشان عملنا مع بعض كومن بلاتفورم عشان نتوجه ليها. معنى المشروع، معنى الخدمات، ما هي الخدمات؟ هي الخدمات اللي مكتوبه في السكوب اوف سيرفيس، لا اكثر ولا اقل. هي الخدمات اللي مكتوبه في الابندكس اللي بيتكلم عن ابندكس اسمه واحد اللي احنا مسمينه سكوب اوف سيرفيس. اللوكال كرنسي هي العمله اللي في البلد اللي انت فيها، في بلد المشروع اللي احنا اتكلمنا عليها. Communication. Local currency. هي الكرنسي بتاعت الكونتري اللي عرفناها من شويه، اما الفورين هي اي عمله اخرى. الاجريد كومبنسيشن، كومبنسيشن المبالغ الاضافيه اللي بنتفق عليها مع بعض كتعويضات. ممكن اكتب في الريمونريشن اند بيمنت، كاتب انا في البارتيكولار كونديشن او في الابندكس ده، كاتب ان انا ممكن ادفع اكس ريال عندما يتاخر المالك في كذا وكذا، او غرام التاخير عندما يتاخر الاستشاري في كذا وكذا. ممكن اكتب الكلام ده في الريميونيشن اند بيمنت، بس دي بتكون مركزه اكتر على ان المالك اللي هيدفع مش الاستشاري اللي هيدفع. اجريد كومبنسيشن. بعد كده انتربريتيشن، بيقول لك ان العناوين لا تعني شيء، لا تلجا الى شيء، لا تلجا الى العناوين، لا تستعمل العناوين على الهوامش، زي الفيديك الاحمر، زي اي عقد. الحاجه الثانيه المفرد هو الجمع، كل دي حاجات جراوند رولز. كل العقود كل المستندات تؤخذ انتجريتد وتترجم بعضها بعض وتفسر بعضها بعض. وهنا عندنا مشكله في الفيديك اللي انا بتكلم عنه النهارده، الفيديك 4 اتحسنت في الفيديك 5 اللي هو فيفث اديشن 2017، عشان البرايورتي اوف دوكيومنتس والاوردر اوف بريسيدنس مش واضح كتير في الفيديك 4 ولكن اوضح في الفيديك 5. هنا بيقول لك ما معناه ان احدث
أحدث وثيقة shall prevail. أحدث وثيقة last to be agreed هي shall prevail. طبعا احنا عارفين ان الاجريمنت بتتوقع اخر حاجة فهي اللي هتثبت، بس ما قلنيش كويس احنا هنتعامل ازاي مع بقية الدوكيومنت. وورد اللي بيتكلم عن مذكر هو بيتكلم عن مؤنث، اللي بيتكلم عن جمع هو بيتكلم عن مفرد. لما يقول لك اجري يبقى كلمة اجري في العقد، يعني الاثنين وقعوا على الورقة، both signed on that agreement. لما نقول اتفق الطرفان على ان يتم خلال تنفيذ المشروع، طبعا الاستشاري والمالك عملوا محضر اجتماع واتفق الطرفان على ان يتم تسليم هذا المخرجات خلال شهر 15 يوم من تاريخه او خلال شهر من تاريخه، فهذا يعني ان احنا الاثنين نوقع على هذه الاجريمنت. الاتصالات، في الاتصالات هنتكلم عن الـ هيكون كتابية الشفوي، يؤكد كتابيا بالاسلوب اللي اتفق عليه في كوميونيكيشن بلان او كوميونيكيشن بروتوكول، كل ده بيسجل في العقد. القانون القابل للتطبيق واللغة، هي اللغة التي يتفق عليها في الاجريمنت، والعقد هو والقانون هو القانون القابل للتطبيق على هذا العقد. لو انت في علاقة مدنية، لو انت في علاقة تجارية، فانت عندك قانون تجاري او قانون محلات او قانون مناقصات، كل حالة بحالها. بكلمة القانون قبل التطبيق دي توجد مشاكل كتير لو انت تغطيت عنها او ما خدتش بالك انت بتكتب العقد واكدت على انك بتطبق القانون قبل التطبيق داخل جمهورية مصر، داخل الكويت، داخل السعودية، داخل البلد اللي انت فيها، او ايا كان التطبيق، عشان الفيلم بيروح بعد كده لتحكيم، وممكن تلاقي نفسك دخلت في قوانين قابلة للتطبيق غير اللي انت اتفقت عليها بكل وضوح. اذا تغيرت الظروف change in legislation بعد توقيع العقد، هذا الفيديو برضو انا واخد عليه ملحوظة انه لم يتكلم عن تاريخ فتح مزاريف، ولكن بيقول لك بعد توقيع العقد اذا تخيلت القوانين في البلد اللي انت بتشتغل فيها او بلد تؤثر على على الاعمال، يبقى انت محتاج adjustment بواسطة المالك. يعني عايز تقول الاستشاري ليه حقوق ممكن يسترجع. الاساينمنت والسب كونتراكت ممنوع تعمل اساينمنت او سب كونتراكت الا بموافقه الطرفين، او لو انت استشاري يبقى موافقه المالك، ما عدا موضوع الاذر ذان ماني. يعني انت ممكن تعمل اساينمنت للبنك وتاخد موافقه للمالك من المالك لازم، وبنوديها للبنك نقول له المالك وافق فيعمل اساينمنت للدفعات. neither party shall assign obligation بدون موافقه الطرفين. الالتزامات لا، ما ينفعش كاستشاري تقوم بكلف سب كونسلتنت وتقول كده انا ريليف، بنقلت الريسك كامل الى السب كونسلتنت. طبعا لازم موافقه المال. في عباره عامه عايزين نحفظها، مبدا الناس اللي بتمارس العقود هتعرف المبدا ده، any agreement any consent any approval، عايزين نكتبها دي عشان دي ممكن انا ابتدي افكر فيها بعد المحاضره، عندي مشاكل كتيرة في الموقع. المبدأ ده هو ده اللي هيحللك أو هيديك إدراك للمشكلة اللي انت فيها والسبب فيها والحل القانوني بتاعها بيكون إزاي. المبدأ الأساسي هنا إن مفيش حاجة اسمها الموافقة الاستشاري يرفضها بدون سبب، المالك يرفضها بدون سبب، أي اتفاق مطلوب موافقة الطرفين ما ينفعش واحد فيهم يتعنت بدون سبب. يقول لك بالانجليزي unreasonably withheld، ممنوع انك توقفها او تمتنع تمنعها بدون سبب واضح. الكوبي رايت ليها بند مخصوص جوه، الانتلكشوال بروبرتي ليها بند مخصوص جوه، الكلام ده بيتحكم كويس في العقود الأجنبية ومنها عقد الفيديك. بعد كده النوتيس، امتى تكون مجبر تعطي نوتيس؟ للتايم بار كلوزنج، في سام تايم بار كلوزز وكونديشنال بريسيدنس كلوز زي اللي تشينجز مثلا او تشينج ان سيركمستانسز. ال 4.5 اذا ما كنتش اجباري عليك كاستشاري تبلغ immediately
تبلغ المالك بتغير الظروف، حاجة زي الكورونا بمعنى أصح. النوتيسز النون الكترونيك شال بينا النون الكترونيك فورمز اند ويل تيك افكت فروم ذا ستيب. النوتيسز ده ما ينفعش بالايميل، ما ينفعش بالايميل، لازم تكون مكتوبه وسيحتسب تاريخها من تاريخ استلامها. يعني المالك بعتها للاستشاري بينزله او بيديله اخباريه معينه لما الاستشاري يستلمها باسلوب الاستلام اللي في القانون المدني. لما يستلمها يبقى ده افكت اوف ذا نوتس، يقول لك ايه، اعطي نوتس اربع قبل اربع ايام من رفضك لصرف المستقبل، مش بعد كده. فانت لازم تعمل النوتس وتوصلها للاستشاري، تقول له انا مش هصرف المستقبل بتاعك للاسباب 1 2 3 4 ولازم من الاسباب الريزنبل جاستيفايد. الكلام ده يكون قبل اربع ايام. طب النوتس دي هتعتد بيها من امتى؟ من تاريخ استلامها للاستشاري. الاستشاري يمكن ان يصدر البابليكيشن، يمكن ان يصدر اصدارات مختلفة خلال سنتين سواء بعد المشروع او خلال المشروع، ولكن المالك لازم يعتمد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاستشاري ممكن يصدر دعاية، ممكن يصدر papers، ممكن يصدر papers to publish the paper، ممكن يصدر تقارير زي اللي بنشوفها من أركيدز ومن تيرنر، بشوف لهم تقارير كويسة عن بعض المشروعات، delay analysis، claims، contract management، بشوف لهم إصدارات كويسة. الكلام ده خلال سنتين، وفي نفس الوقت لازم موافقة المال. قراء الفساد والاحتيال بقى، الفساد والاحتيال ده شيء ممكن يعمل ترمينيشن، immediate ترمينيشن في أي عام، في أي مشروع، سواء في المقاولات، في التجارة، في الكونسلتيشن، حسب القانون اللي موجود. في قانون يقول لك إن ده احتيال، وفي قانون يعتبره مش احتيال، ده يعتبره قانون يعتبره corruption، وده يعتبره normal practice. فأنت لازم تعمل comply with all applicable laws والقواعد والregistrations والstatutes والadjudication الapplicable في المكان اللي انت بتشتغل فيه. زي عهد المقاولات السعودي وعهد المقاولات المصري، بيقول لك ان الاستشاري بمعنى اصح المقاول او الاستشاري لن يعرض رشوة ولن يعرض اي نوع من انواع الهدايا سواء كبيرة سواء صغيرة الا لو كان حسب البيست براكتس في هذا الكلام في هذا المكان. واذا في نفس الوقت جاله طلب من اي موظف رسمي يجب ان يبلغ فورا ان في موظف رسمي عايز فلوس غير مستحقة، رشوة او اي نوع من انواع الفساد. يعني بمعنى اصح انت كاستشاري لا تعرض رشوة او تعرض اي نوع من انواع الهدايا، واذا اتصل بيك حد من جهة حكومية او مالك عرض عليك شيء او طلب منك هدية انت لازم تبلغ فورا، عشان ده بيبقى من احد اسباب ترمينيشن مشروعك اذا ثبت عليك بعد التعاقد. تاخد المشروع to be terminated immediately without even notice. الانفورميشن هنبتدي بقى بالكلاينت. خلصنا نمره واحد التعريفات والتفسيرات والليجندز، رايحين دلوقتي على الكلاينت. ما هو الكلاينت؟ عرفنا ما هو الكلاينت، هو صاحب المهمه المطلوبه اللي هيؤديها الاستشاري حسب السكوب سيرفيس بمبلغ معين في تايم فريم معين. الانفورميشن الكلاينت عيب كبير في الفيديك فور، في الفيديك فورس اديشن، هنا اسمه فيديك فورس اديشن مش فور، الفيديك 2006 الابيض، في عيب كبير جدا بيتكلم عن ان جميع المعلومات يقوم ملزم المالك بتسليمها للمقاول للاستشاري حتى لو ما طلبهاش الاستشاري. الاستشاري هو يفضل رياكتيف ويقدمها المالك مجبر وبدون كوست.
يعني free of cost. طبعا الكلام ده يعني بيخلي الاستشاري مجرد يأكتب وفي obligation على المالك ويرجع يعمل الاستشاري كليم يقول له انت اللي ما اديتنيش المعلومة. الفيديك فايف عملها امبروف لذيذ جدا، قال لك الاستشاري يطلب اللي هو عايزه واحنا حسب المتوفر نبقى نزوده. القرارات طبعا القرارات تكون مكتوبة، والاستشاري يجب ان يجاوب المقاول في الوقت المناسب اللي مكتوب في مجال عمله واللي مكتوب في مجال عمل المقاول، والمالك ليه حدود في الابروفال والاستشاري ليه حدود في الابروفال. بمعنى اصح الاستشاري مش مفوض بكل اعمال المشروع في ليميتيشن بالذات او خاصه في التشينج والكليمز. في اطار زمني للتعامل بين المالك والاستشاري والمقاول، المقاول ليه حق على الاطراف انه يستقبل تعليمات الاستشاري خلال مده معينه. يعني لما المقاول بيقدم لك شوب دروينج انت بتعتمدها في اكس يوم، مكتوبه في عقدك ومكتوبه في عقد المقاول. لو عندك ماتيريال ابروفال لازم الملك هيتدخل، فانت عليك واي يوم واي داي، والمالك عليه زد داي واي زائد زد يساوي رقم موجود اوريدي في عقد المقاول مش اكتر. لو قلنا حتى 15 يوم للمقاول يقدم ماتيريال ابروفال وياخد الاجابه في اللحظه دي او في الحاله دي بيكون الملك ليه ليكن 4 ايام والاستشاري ليه 11 يوم او 5 و10، المجموع 15 هي اللي في عقد المقاول. الاسيستنس التعاون اللي المفروض يقدمه المالك للاستشاري في الاوراق الرسميه، في الجوازات، في الجمارك، في الضرائب، في التصاريح، في تسهيل دخول معدات، في تسهيل دخول خامات، تسهيل دخول أشخاص. الناس اللي اشتغلت في الخارج متعودة على الكلام ده وعارفة. في أسيستنت تاني، في جمارك أو في استيراد لبعض المعدات بيطلبها الاستشاري بيجيبها. المعدات دي الرسوم حسب ما يتفق عليه غالبا على المالك. ثانيا الاشخاص اللي بتيجي الفيز والرسومها على المالك ولا على الاستشاري على حسب الاتفاق. تسهيل دخول وخروج المعدات والاشخاص، اذا دخلت المعده والمالك دفع الرسوم ممنوع ترجع المعده لبلد ثاني. لو كان ايطاليا استشاري جاي من ايطاليا جاب معدات معاه، المالك دفع رسومها للجمارك، ما ينفعش الاستشاري بعد ما يخلص ياخدها ويرجعها ايطاليا الا لما يدفع ثمن الرسوم اللي اتدفعت للمالك. وما ينفعش يبيعها داخل الكويت ولا داخل السعوديه الا لما ياخد اذن من المالك. كلاينت فاينانشال ارينجمنت، خلال 28 يوم من طلب الاستشاري المالك لازم يظهر للاستشاري ازاي هيدفع، هيمانج الفاينانشال ارينجمنت خلال مده المشروع. ولو في اي تغيير جوهري عند الماوس، اي تغيير جوهري لازم يبلغ بيه الاستشاري. يعني انت كاستشاري المفهوم بتاعها انك بتشتغل وانت مطمن ان فلوسك اوريدي محفوظه لدى المالك وعنده فاينانشال ارينجمنت هيدفعها لك. الكلوز 2.5 نسال كده لو في حد عنده استفسار يا باشمهندسين. مفيش. Equipment and facilities، المعدات اللي هيدخلها المالك free of cost، هيوردها المالك free of cost للاستشاري حسب الاتفاق. هو أكد له إن هو اللي هيجيب جنريتور في الموقع عشان السايت أوفيس، أو هو اتفق معاه هو اللي المالك اللي هيجيب السايت أوفيس، أو المالك اللي هيجيب كمبيوترز أند لابتوب، فهو دي هيقدمها الملك فري اوف كورس. الكلام ده لاغراض الاتفاقيه مش لحاجه ثانيه خالص. الكلام ده مكتوب فين؟ في الابندكس 2، البيرسونال اكويبمنت فاسيلتيز اند سيرفيسز باي اذر. زي ما اتكلمنا ان ممكن سيرفيس باي اذر باي سب كونسلتنت للاساسات، ممكن اكويبمنت بالامبلوير على طول اللي هي مثلا كمبيوتر. في كمان حاجه اسمها بيرسونال،
هنشوفها بعد كده هنا في الكروز القادم. سبلاي كلاينت بيرسونيل، قد يكون الملك اتفق مع الاستشاري انه هيحط ثلاث مهندسين متخصصين في تخصصات مختلفه يشتغلوا مع الاستشاري او يبقى كوردينيشن مع الاستشاري. الثلاثه دول هيقبضوا الراتب من المالك، ولكن يوافق عليهم الاستشاري ويوافق على كفاءتهم، وفي نفس الوقت يسمع ياخذوا التعليمات من الاستشاري مش من الامبلوي مش من الكلاينت. الكلام ده بيبقى مكتوب في الابندكس 2. في اي ريبليسمنت للثلاث اشخاص دول ولا اكتر لازم يوافق عليها الاستشاري. لو الملك ما جابش الاشخاص البيرسونال اللي في كلوز في الابندكس 2 بيرسونال، الاستشاري ممكن يأمنهم وياخد المقابل المادي من المالك. خدمات الاخرين اللي هي ممكن تكون قبل خدمات الاخرين، عندي كلاينت ريبريزنتيف المفروض المالك او يمكن ان المالك يامن ريبريزنتيف من طرفه عشان انا كاستشاري انسق معاه، بحتاج منه امور حكوميه كتير، بحتاج منه تسهيلات، بحتاج منه اعتمادات، بحتاج منه يعني التدخل لدى بعض الجهات الحكوميه، بيكون هو ده الريبريزنتيف. طيب كلاينت الكلوز 2.8 يقول لك سيرفيس باي اذر. سيرفيس باي اذر ممكن الامبلوير يامن ثلاثه سب كونسلتنت او ثلاثه موردين لمعدات او ثلاثه سبلايرز لاي منتجات للمشروع لاي سبب. انا دوري كاستشاري ارتب معاهم ولكني لست مسؤول عن البرفورمانس بتاعهم. الكلام ده بيفرق كتير، عشان احيانا بيجي لي كاستشاري خطاب من المالك بيسالني ليه السبلاير اللي انا معينه اتاخر او ما خلصت في ميعاده. انا برد عليه بقول له انا اثبت له رسميا I did the due effort the duly effort وهو اللي ما التزمش. بتسميها انك انت مسؤول عن المتابعه والتنسيق ولست مسؤول عن المنتج النهائي او البرفورمانس لهذا السبلاير. بيمنت اوف سيرفيس، طبعا المالك يجب ان يجهز، يبقى احنا قلنا هيعمل فاينانشال ارينجمنت وفي نفس الوقت هنعمل عنده التزامات الدفع. التزامات الدفع باختصار شديد بتكون ازاي؟ المالك بيدفع للاستشاري الفاتوره بتاعته او الانفويس بتاعته او الاي بي سي او المستخلص خلال 28 يوم من تاريخ تسلمها من الاستشاري. ياخدها كده 28 يوم. عايزين نحفظ البند ده ونذاكره كويس عشان ده بيفرق كتير وبيأخر شغل كتير. خلال 28 يوم انت كمالك بتراجع المستخلص اللي مقدمه الاستشاري، لو عندك ما عندكش فيه مشكله لازم تصرفه قبل ما يمر ال 28 يوم. طيب في اليوم ال 29 هيحصل ايه؟ في اليوم ال 29 انا كاتب اوريدي في البارتيكولار كونديشنز او في الابندكس كاتب غرامه يوميه او تعويض اتفاقي للاستشاري عند تاخير صرف الدفعات. يبقى ابتداء من اليوم ال 29 هيبقى عندي تجميع لغرامه عليا كمالك ب 100 ريال 100 جنيه في اليوم او 200 جنيه في اليوم او 10 دينار في اليوم. المالك هيدفع 10 دينار في اليوم تراكمي لتاخير صرف المستخلص. هيرد عليا المهندس حازم، معرفش ليه صوره المهندس حازم اخويا الصغير طالعه في الـ في الـ في الـ هي هو بس اللي ظاهر كده. مشرفنا طبعا المهندس حازم. هيرد عليا يقول لي طيب ما الاستشاري بيقدم مستخلصات غلط للمالك والمالك بيراجعها ويجد اخطاء وعايز يرجعها. يبقى انت لازم تعمل نوتس قبل مرور ال 28 يوم باربع ايام. في اليوم ال 24 ماكسيمم تبعت نوتس للمالك للمقاول تقول له في عيوب في هذه المستخلص، عيوب جزئيه، يا اما ترجعها له كلها في ماكسيمم 28 يوم، يا اما تقول له في عندك عيوب جزئيه في 30% من المستخلص في اخطاء انا مش هصرفه. ولازم تصرف له كمالك، انت قلنا 30% اخطاء، ال 70% من المستخلص يتصرف وال 30%
هتبعت له دي اعتراضاتك الواضحه، اعتراضات justified objections، عندك اعتراضات مبرره تكتبها له وضوح وتبعتها له قبل مرور 4 ايام. طيب افرض الاعتراضات بتاعه الملك طلعت غلط يا باشمهندسين، لو الاعتراضات بتاعه الملك طلعت غلط يبقى ال 30% من المستخلص بيعتبروا تاخروا ويمشي عليهم البند اللي بيقول فيه المقاول يستحق غرامة تأخير أو تعويض اتفاقي لعدم صرف المستخلص في موعده. واضحة موضوع صرف الدفعات يا باشمهندسين؟ الناس اللي متفاعلة معايا لو سمحتم عايز أشوف علامة واحد المهندس حازم أو المهندسين المحترمين الموجودين اللي واضح معاه كيف يصرف الدفعات يكتب لي الواحد لو سمحتوا. ممتاز، متشكر جدا، متشكر جدا. بعد الدفعات عندي حاجة اسمها النمرة 3، بقى هنروح للنمرة 3 السكوب اوف سيرفيس. السكوب اوف سيرفيس نطاق الخدمات، عندي 3 انواع، عندي نورمال وعندي اديشنال وعندي اكسبشن. عندي النورمال اللي هي السكوب اوف وورك، عند الاديشنال اللي انا اطلبه من الاستشاري اضافي، عند الاكسبشنال اللي مضطر الاستشاري يعملها في بعض الحالات الخاصه. يبقى نقولها بتفصيل، نورمال اند اديشنال سيرفيسز مكتوبه اوريدي في السكوب اوف سيرفيس. الاديشنال سيرفيسز هي متعلقه بالتشيلد. الاكسبشنال سيرفيسز ار نوت نورمال سيرفيسز necessary to be performed by the consultant in accordance with clause 4.8 not exchange order. ليه not exchange order؟ اصل هي exceptional services دي محطوطه غالبا عند مخالفه المقاول، غالبا عند مخالفه المقاول. يعني ايه؟ يعني في حاله termination determination في termination اتعمل للمقاول for default، عفوا للاستشاري طبعا، بنقول للمقاول يا جماعه انتوا تكونوا فاهمين ان انا اقصد الاستشاري. فور ديفولت في ترمينيشن، فبيضطر الاستشاري يعمل اكسبشنال سيرفيسز فري اوف كوست على حساب المقاول الاستشاري وليس على حساب المالك. ديوتي اوف كير اند اكسبشنال اكسرسايز اوف اوثورتي. ايه هي الديوتي اوف كير اند اكسرسايز اوف اوثوريتي؟ البند ده مهم جدا عشان كده انا جبته. خلينا نكبره الاول كده، جبته بالعربي وهكبره يغطي كل السلايد. نقرا بالعربي مع بعض بسرعه باشمهندسين. دي بالاحمر، البند اللي بالاحمر ده باشمهندسين بالرغم من اي امر اخر، الكتابه واضحه ان شاء الله مش لازم اطبق. بالرغم من اي امر اخر وارد في هذه الاتفاقيه او اي مطلب قانوني في الدوله، كلنا بنعرف نقرا العربي طبعا، بتكلم عن الديوتي اوف كير. طيب يعني ايه الكلام ده يا باشمهندسين؟ ليس عليه مسؤوليه اكثر من ممارسه المهاره المعقوله وبذل العنايه والاجتهاد في اداء التزاماته القانونيه.
الكلام ده هو الفيزيك فورس اديشن، والكلام ده was questioned by the practitioners. الملاك اعترضوا وقالوا هذا الكلام لا يكفي ابدا، لازم نتكلم عن مستوى المشروع وتعقيدات المشروع ومستوى الاستشاري. يعني الاستشاري اللي انا اتفقت معاه first classification، المشروع اللي انا بتعامل معاه ميجا بروجكت، غير الاستشاري اللي تصنيفه اقل والمشروع اللي اهميته اقل. الكلام ده تم معالجته في الفيديك الجديد برضو، وزود كلمتين اللي ياخدوا في الاعتبار مستوى العمل، مستوى الاستشاري، أهمية المشروع، تعقيدات المشروع، مش بذل العناية والاجتهاد بدون تفصيل. الكلام ده جينيريك لا يكفي. عايزين نفهم من عايزين ناخد بالنا من الاختلافات اللي ظهرت، عشان دي ويك بوينت، عشان لو انت حتى هتشتغل على الفيديك 4 تبقى عارف ان في تحسينات حصلت في الفيديك فيديك 4 اديشن، في تحسينات حصلت من الفيديك 5 اديشن ممكن تستعملها بالرغم من انك شغال فيديك 4 اديشن. اوكي يا باشمهندس احمد اتفضل. مهندس احمد ابو زيد عنده سؤال. كنت عايز اعرف بس يا دكتور، يعني ايه المغزى او ايه الحكمه من الماده دي؟ يعني عايزه تقول ايه؟ هو طبيعي ان الاستشاري دوره ان هو يبذل العنايه ويبذل مجهوده، يعني الماده دي موجوده علشان تقول ايه او عشان تستثني ايه؟ ليه نكتبها يعني؟ يعني ايه مغزاها، او عايزه تفرض ايه على الاستشاري، او عايزه تحفظ حق المالك او حق الاستشاري في ايه؟ مع ان هي يعني الكلام معناه هو حضرتك يا فندم بتقول من الطبيعي او المعروف ان احنا الاستشاري يبذل العنايه بالغ العنايه المهنيه، صحيح حضرتك بتقول كده مظبوط؟ صحيح. طب ممكن توضح لي ليه بتقول كده، او عرفت منين لو 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 الملك لو انت الملك وتقول للاستشاري كده هيقول لك طب ليه يا فندم انا مين اللي قال ان انا اعمل كده؟ هترد عليه تقول له ايه؟ يعني اظن دي هتقول له الاعراف الهندسيه، هتقول له قانون الهيئه السعوديه للمهندسين، هتقول له ارجع لممارسه المهنه عند نقابه المهندسين المصريه، هترجع الى القانون الواجب للتطبيق، هترجع للقانون المدني المصري، القانون المدني الكويتي. كلامك صح تمام، بس في احيانا امور اساسيه لازم نستدعيها من القوانين ومن التنظيمات في البلد اللي انا بشتغل فيها واحطها في العقد، منها الانشورنس، منها ان الملك لازم يدفع الفلوس. هو يعني الملك ممكن نعمل العقد وما نكتبش ان الملك هيدفع الفلوس؟ طب ما هو لازم هيدفع الفلوس بس انا بكتب له كده. فاولا قانونا انت مضطر تكتب الكلام دوت، ثانيا عشان ما تضيعش وقتك مع احد الاطراف الغير محترف جدا انه يقول لك فين المكتوبه دي، فين المكتوبه دي. بعدين انا عايز افكرك ان اللي جوه العقد بيتحسم اسرع بكتير من اللي انت جايبه من القانون. يعني لو جايب القانون نفسه ومكتوب فيه اوضح من العقد بكتير، الطرف المقابل ذا بارتي ان ذا كونتراري دايما بيعترض عليك، يقول لك لا انا فاهم العقد ده فقط، انا معايا العقد ده، فهمني لو سمحت فين جزئيه ان الاستشاري يجب عليه بذل العنايه الفائقه. احنا ممكن نطلع بره العقد ندور ما هي العنايه الفائقه، ولكن اتليست نوضح لاطراف العقد ان انت ملزم يا استشاري تبذل العنايه الفائقه، وانت يا مالك اعرف ان من حقك على الاستشاري ان يبذل العنايه الفائقه. يعني ايه؟ يعني كل ما يسلمك ورقه الملك، الورقه دي بتكون ديولي ريفايز، ديولي ستادي، ديولي سكروتينايز، ما
ينفعش يقدم لي ورقه يقول لي استنى قريتها بسرعه. لا، انت الاستشاري، ما انت مش عليك تقرا بسرعه، انت عليك تفتكر البند 3.1.3.1. شكرا لسؤالك يا باشمهندس. شكرا يا دكتور، ويا ريت لو توضح لنا زي ما حضرتك قلت ان احنا ممكن نخرج من الفيزيك عشان نعرف ايه هي العنايه الفائقه. هل فعلا ذكر ليها حد او ليميتيشن لمعنى كلمه العنايه الفائقه؟ في ليميتيشنز اوف ليابيليتي جايه هنستفيد شويه في الجزئيه دي، وكمان اتعدلت في الجزء النهائي الفيديك الفيرجن الاخيره الجديده 2017. جزاكم الله خير. تمام، الله يبارك فيك. لما يكون الاستشاري عايز يمارس بقى صلاحياته اكسرسايز باور اوف ذا انجينير، فاكرين الباور اوف ذا انجينير في الفيديك فور وفي الفيديك سوري في الفيديك ريد فيديك واليلو فيديك. لما يكون الكلاينت مطلوب يعمل باور لعقد ليس الكلاينت طرف فيه، ليس الامبلوير طرف فيه، الكلام ده الناس اللي متابعه معايا تاخد بالها ان الكلام ده بيتكلم عن المقاول. الكلام ده بيتكلم عن المقاول. Where the services include the exercise of power. يعني الملك اداك باور في عقدك دوت، بيقول لك تعمل مع المقاول 1 2 3، سواء هو المقاول العام للمشروع، سواء هو توريدات فقط، سواء هو اقل اكثر، ستراعي انه من حقك التالي you may as a consultant تاخذ في الاعتبار الثيرد بارتي او الكونتراكت الجديد اللي بين المالك وهذا الثيرد بارتي او هذا الطرف الغريب. الصلاحيات اللي هتمارسها لما يقول لك تتعامل مع مقاول الاساسات، الصلاحيات اللي هتمارسها لازم انت اوريدي تكون عاجباك وموافق عليها، يا اما تكون اوريدي مكتوبه لك في السيرفيس في سكوب اوف سيرفيس. يبقى انت الصلاحيات اللي داخل بيها على المقاول يا اما مكتوبه لك يا اما بيعطيها ليك الملك جراديولي. لو ما كانش الكلام ده على عقد محدد في السكوب اوف سيرفيس، بيتكلم عن جنرال كونتراكتور، بيتكلم عن سب كونتراكتورز هنا، فبيديك صلاحيات انت توافق عليها. لما يكون عندك صلاحيه تسيرتيفاي تعتمد او تقيم او تقدر او تديترمن او تعفي قرار، فانت هنا بروفيشنال بارتي. You are only third party مقدم professional advice وليس زي ما بيسموها ايه arbitrator. يبقى انت علاقتك مع المقاول في الفيديك الاحمر انت لست arbitrator خالص، انت مجرد independent professional exercising judgment with reasonable skill. نفس الجمله بتاعت الديوتي اوف كير والريزنبل كير والريزنبل سكيل والديولي سكيلز، كل دي تعريفاتها بتيجي من الستاندرد براكتس، بتيجي من القانون القابل للتطبيق، بتيجي من احكام القضاء يا باشمهندسين. فما ينفعش الاستشاري المالك يطلب من الاستشاري انه يعمل مجهود زي يعني مستوى الدقة زي السكس سيجما مثلا. لما يكون متفق على السكس سيجما بيكون محددة، إنما لما تقول لي أراجع مستخلص واشتغل بيه أنا على مستوى مثلا دقة 99 و9 دوري 3 دوري كفاية أوي، ما تطلبش مني 6 دوري عشان دي ما بقتش ريزنا بالكتاب. لو من حقك كاستشاري تعمل فاريشن، لو من حقك تعمل الهايلايت ده، لو من حقك تعمل فاريشن، حضرتك ما ينفعش تعمل فاريشن الا لما ترجع للمالي. زي بالظبط شغل الكونستراكشن اللي احنا عارفينه، املاك الكلاينت بروبرتي يعني املاك الكلاينت هي اللي اوردها المالك للاستشاري حسب الابندكس 2، حسب ما هي مكتوبه في الابندكس 2 المالك مضطر يقدمها.
البرسونال اللي قلنا عليهم، المالك لازم يقدم البرسونال اللي قلنا عليهم اللي لازم يكونوا بالكفاءه اللي يوافق عليها الاستشاري، والاستشاري هو اللي يشغلهم او هو اللي يسمع كلامه هو، ولكن الكوست باي ذا امبلوير. الريبليسمنت يكون بموافقه الاستشاري، لو المالك عايز يغير واحد يغيره بس يقدم واحد كومبارابل لهذا اللي هيتغير. دي في البند 3.7 هنلاقي كلمه كومبارابل اهي under replacement. The cost shall be borne by the consultant except where requested by the client change in البيرسونال بتاع. هنروح بقى للبيرسونال بتاعه الكونسلتنت نفسه. البيرسونال بتاعه الكونسلتنت، حضراتكم كلكم اشتغلتوا استشاريين، الاستشاري بيقدم الستاف بتاعه فور ابروفال من الكلاينت، الكلاينت بيختار الكومبتنسيز التعاقديه، ده خبره 10 سنين، ده خبره 15 سنه، ده خبره 20 سنه، شفت في الكويت خبره 25 سنه. المطلوب يكون الموظف معاه بكالوريوس مدني، معاه بكالوريوس ميكانيكا، معاه بي ام بي، معاه شارتر انستيتيوتيف اربيتريشن، معاه ريكس، معاه اوتو ديسك، الخ الخ. الكومبتنسيز دي بتتقدم، المالك قد يطلب للكي بيرسونال انترفيوز. الانترفيو لو نجح الموظف يتعين، الموظف ده بعد ما يتعين لازم يشتغل في الديو ديليجنس باجتهاد كامل. اذا راى المالك انه يغيره، من حق المالك يغيره مع ابداء اسباب واضحه، التغيير مع ابداء اسباب يبقى على حساب الاستشاري، التغيير بدون اسباب ابداء اسباب يكون على حساب المالك. اخر بند اهو، client shall be the cost of replacement unless agreed ان هو عامل misconduct او inability. يبقى التغيير بدون سبب يبقى على حساب المالك، لو بسبب زي misconduct فعل فعل مش ناجح زائد او عدم القدرة على البرفورمانس فده بيتغير على حساب الاستشاري. commencement completion variation and termination، ده بند كبير قوي وعريض جدا، تبتدي 5 الفيشت اديشن اتغير الى بندين الى اثنين كلوز. نفاذ الاتفاقيه، نفاذ الاتفاقيه من ايهما لاحق، اخر توقيع على الاتفاقيه او ليتر اوف اكسبتنس. يبقى المالك اصدر اليوم ليتر اوف اكسبتنس، بكره وقعنا على الاتفاقيه، يبقى نفاذ الاتفاقيه من بكره مش من اليوم. بس الاتفاقيه دي طبعا احنا عارفين اف اني، عشان احيانا ممكن نكتفي بالليتر اوف اكسبتنس. الكومنسمنت، الكومنسمنت بيتفق عليه وممكن يتكتب في البارتيكولار كونديشنز، نقول ان الكومنسمنت خلال 14 يوم من التوقيع على الاتفاقيه، وممكن اسيبه اوبن، ويفضل ان انا اسيبه اوبن، الناس ما تستعجلش، دي توصيه جديده. بدء تنفيذ مشروع الاستشاري يجب ان يقوم بكامل الارتياح بين الطرفين. ما تفرحش انت كامبلوير عايز مديرك يقول لك اه تمام، تقول لمديرك تمام انا وقعت الاتفاقيه وابتدى عقد الاستشاري من بكره. لا، احيانا الاستشاري محتاج بعض المهله للموبيلايزيشن، وانت كده بتفتح مشكله في القرارات ومشكله في الموبيلايزيشن. ما يبقاش المالك عارف يسيطر على الموبيلايزد بيبول من الاستشاري سواء في مشروع تصميم او في مشروع اشراف على تنفيذ. فانا في يوم من الايام جالي خطاب ان موظفين الاستشاري المالك، جالي خطاب ان موظفين المقاول الاستشاري عفوا قد بداوا العمل من شهر ونص. طب انا ما شفتش حاجه من شهر ونص، مين يثبت ان هم حضروا؟ فين التيك اوف شيت؟ فين الشيت؟ فين الاتندنس شيت؟ فين البايومتريك؟ فين الاكسبتنس بتاع الموظفين؟ يعني بصراحه فلوس كتيره ممكن بتضيع على المالك، خاصة من المكاتب الاستشارية الكبيرة اللي الملك ما بيبقاش قادر يعارضها وعندها كونتراكت مانجر قوي، فتلاقي الملك بينهار أحيانا أمام الجهات الاستشارية العليا. ده الكومنسمنت. الفاريشن مش من حق الاستشاري، مش من حق الاستشاري طبعا ينفذ فاريشن إلا بتوقيع مكتوب من الملك. الملك من حقه يطلب الفاريشن، الاستشاري لازم يقدم بروبوزل،
قيمه البروبوزال هنا فيها حاجه جديده او لذيذه كده شويه تختلف عن الفيديك الاحمر او العود المتعارف عليها. قيمه تجهيز البروبوزال اللي انت هتعمله يا استشاري على تكلفته على المالك. The preparation and submission additional service بيعتبر additional service يعني هيقبض فلوس قيمة هذه إعداد هذا الفاريشن. ال consultant shall not be required to commence the variant until client approved. ممنوع تشتغل كاستشاري وكمقاول أبدا إلا بتوقيع من المالك. التأخيرات يستحق الاستشاري أي لو المالك تسبب في تأخير وخاصة من خلال المقاول بتاعه. لو المالك تسبب في تأخير فإن التأخير يكون مدفوع الأجر أو extension of time لصالح الاستشاري. extension of time الاستشاري بيجي إزاي بصفة عامة؟ لأي سبب الكونستراكشن كونتراكت مع المقاول بيحصل له extension of time، فالاستشاري بيبقى متعاقد على أعمال بالشهر، عندي 10 موظفين في كل شهر، فبما إن الكونستراكشن بروجكت اتمدد الكونستراكشن بروجكت اتمدد يبقى أنا كاستشاري مشروعي لازم يتمدد، فأقدم تكاليف. التكاليف اللي بقدمها دي بناء على الفيز اللي في الكونتراكت. الفيز دي بتقيم بالشهر تاني. عايز 10 مهندسين مدني و3 معماري و7 انسبكتورز هيشتغلوا 6 شهور زياده. المجموعه دي تكلفتها اجمالي كذا، اقدمها للمالك. المالك يفاصل نيجوشييت يخفض العدد، يقول بلاش 10 مدني خليهم 9 مدني خليهم 6 انسبكتور بدل 8 انسبكتور، ونتفق على مبلغ على عدد نهائي. دول اللي يتعمل لهم اكستنشن. اي اعمال اضافيه اخرى يطلبها المالك هتعتبر اديشنال وورك من حقه. اكستنشن اوف تايم من حقه نت كوست. من اهم البنود دي يا باشمهندسين، الناس اللي بتفكر تشتغل بالفيديك دوت يفتكر البند 4.5، وعشان كده كتبته بالعربي برضه 4.5 تشينج circumstances تغير الظروف، الظروف المتغيرة. إذا تغيرت الظروف، إذا جدت الظروف، نقراها بالعربي كده. وبرضه اللي عايز يسأل فيها سؤال إحنا موجودين. يبقى أول التزام، أولاً الظروف تكون غير متوقعة، ثانياً الظروف تعيق عمل الاستشاري جزئي أو كلي أو توصل لمرحلة الاستحالة. أول حاجة يصدر نوتس. You have to notify the employer by immediate notice. إذا تم تعليق بعض الخدمات فإن المدة اللازمة لإتمامها، يعني مش عارف أجيب المعدات بتاعتي من الجمارك، مش عارف اروح الموقع العمل بسهوله، فان المده اللازمه لاتمامها لاتمام بعض الخدمات. هنا قلنا ايه حضرتك؟ جزئيا بعد تقديم الخدمات كليا او جزئيا. فان هنروح من جزئيا هنا الى بعض الخدمات 4.5.2 يعمل ايه؟ يبقى المده الديستربشن اللي حصل للبرفورمانس الاستشاري أدت إلى زيادة مدة التنفيذ جزئيا، فإن هذه المدة اللازمة يجب تمديدها حتى تزول هذه الظروف، نفس اللي حصل في الكورونا. طيب تمديد أسبوع بأسبوع؟ لا، عندي 42 يوم ماكسيمم من حقك كمالك تفاوض فيها المقاول، تقول له أنت عشان تعمل كومبليت ريموبيلايز محتاج كم يوم؟ يقول لك أنا هديني 20 يوم، في ناس نزلت أجازات، اديني 30 يوم، في ناس مريضه عندي في عندها كورونا. ففي عندك المده نفسها اللي تاخرها الاستشاري او اللي اعيق عنها الاستشاري زائد 42 يوم ماكسيم. وات اباوت فيسنج ديلي؟ هنعمل ايه في الفيسنج ديلي؟ الفيسنج ديلي هو تخفيض السرعه، تخفيض سرعه تقديم الخدمات.
إذا اضطر الاستشاري لعمل بيسنج ديلي أو لتخفيض سرعة عمله، اللي هي بمعنى أصح برضو تمشي جنب جنب جزئيا دي أو بعض الخدمات دي، إذا كان بيعمل بدل ما يروح عنده 20 انسبكشن في اليوم، الظروف الظروف الخاصة اللي حصلت دي اللي هي تشينج سيركمستانسز أدت إن يجي 3 مهندسين ما يعرفوش يخلصوا 20 انسبكشن، فبيخلصوا 15 انسبكشن، فهو مضطر لهذا تخفيض سرعة تقديم الخدمات، فيتم تمديد مدة الإتمام المتعلقة بهما حسب ما تتطلبه الظروف. يعني هو سايبها أوبن للمالك والاستشاري، عشان مش كل حاجة مهندس أحمد نقدر نكتبها في العقد بدقة. التخلي عن الاتفاقية أو تعليقها أو الترمينيشن. المالك فور كونفينينس عايز يقفل المشروع، المالك لأسباب مختلفة عايز يعمل سسبنشن للمشروع، بكرر تاني بقول المالك، المالك تاني عايز يعمل ترمينيشن فور كونفينينس، أو المالك عايز يعمل ترمينيشن فور ديفولت باي ذا كونسلتنت. يبقى نتكلم الأول عن الجزء الأول 4.6.1، المالك من حقه يعلق العمل في أيام الكورونا أو غير الكورونا، أور ترمينيت يلغي المشروع خالص لأي سبب، فيعمل نوتس خلال 56 يوم يقول أنا هقفل المشروع ده خلال 56 يوم، فالاستشاري في الحال يوقف المصاريف قدر الإمكان. Mitigate the expenses. Minimize the expenditures. يعني إيه؟ يعني لو في ناس مثلا جاية مخصوص بعد 3 أيام لهذا المشروع وجاية من بلاد بره، أنا أوقفها مكانها وبعد كده أرجع أفكر في أي تعويضات مع المالك، ولكن ما أخليهمش يجي، وبعد ما يجي أقول عايز ثمن تذكرة وعايز ثمن فندق أسبوع قبل ما رجعتهم تاني إيطاليا. فإذا immediately كلمة صادمة ومقصودة في الفيديو، to stop the services arrangement. طبعا arrangement مش خلاص جالي الخطاب النهاردة ما راحش بكرة، لا، arrangement ترتيبات لوقف الخدمات زائد تقليل المصاريف. واللي دايما بختلف معاك الكليمز بتاعتي هي كلمة تقليل المصاريف دي، يقول لي ليه الثلاثة جم من إيطاليا، ليه ما خليتهمش في إيطاليا، ليه الثلاثة عايز لهم مصاريف فندق ترجعتهم في نفس اليوم، وهكذا. السيرفيسز دي والبي ستوب بعد النوتس دي، فأقرب فرصة من فينا، وانت طبعا بما انك عارف كاستشاري ان العقد، لو انت بتتكلم في عقد حكومي، اللي انت كاستشاري عارف ان الحكومة مشاورها طويلة، فانت لازم تتوافق معها بالمدد الطويلة التي بتتعامل معها الجهات الحكومية في مينيمايز الاكسبنديشن. يعني ما تبقاش عارف ان في قرار هيطلع خلال 6 أسابيع وانت سايب نفس الكورس اللي في الموضوع. 4.6.2 بتيجي بقى في termination for default by the consultant. If the consultant is not performing أو weak أو ضعيف أو in default أو in breach of the contract by anyhow، بتعطي له حضرتك notice، بتقول له حيث وحيث وحيث وحيث. طبعا كلكم أساتذة في تسبيب النوتس، عمل توضيح أسباب النوتس، أسباب التوجه نحو التيرمينيشن. If a satisfactory response is not received، يبقى أنت بتعطي النوتس، بتستنى الاستشاري يرد عليك في 21 يوم يقول لك أنا كان عندي شوية مشاكل في البيرسونال وعدلت وضعي وجالي تحسين وضعي خلال 21 يوم. لو ما ردش عليك في 21 يوم بإجراءات مهمة ورد مقنع، أنت بتعطي من حق الطبع، من حق ماي. هنا في فرق بين ماي وشال. الناس تكتب عندنا اللي مش متعودة كلمة ماي يحق للطرف. لو قلنا شال يبقى يجب على الطرف، ليس بشد. احنا بنستعمل ماي وشال. ماي يحق للطرف، وماي وشال يجب إجبار مش مصر، ممنوع تستعمل مصر.
لما تكون عايز تخبر وتؤكد سواء في خطاب او في عهد استعمل كلمه شال ذا كونتراكتور ذا كونتراكتور شال دو 1 2 3 يبقى من داي 1 هنسميه داي 0 21 يوم نوتس المقاول الاستشاري يعدل وضعه وفي نفس الوقت يرد رد مقنع ليه الاسباب الفشل في العمل نمره 2 خلال لم يستجب الاستشاري خلال انا هعمل نوتس جديده خلال 14 يوم مدتها 14 يوم يكون المجموع معايا 35 يوم من داي 0 يبقى التيرمينيشن دان وزين 35 داي if not justify if not بعد 21 يوم مفيش response the client may my may by further notice terminate the agreement تماما خلاص بعد 35 يوم من day zero يعمل كمان notice جديدة ومرة 35 يوم من day zero يبقى عمل termination طب افرض consultant عايز يعمل termination امتى في اكتر من حالة منها على سبيل المثال الحالة في تأخير البين تأخير البيمنت لما يأخر البيمنت يبقى الاستشاري من حقه أو لما يبقى الامبلوير ان ديفولت الكلاينت ان ديفولت يبقى من حق الكونسلتنت يعطي نوتس للمالك يقول له أنت في ديفولت بالأمر 1 2 3 وبعد النوتس دي إذا لم يعدل الوضع يبقى الاستشاري يصدر كمان نوتس مدتها 42 يوم يقول له انا قدامي 42 يوم واسيب الموقع طبعا لما هيسيب الموقع او لما هيقفل الاجريمنت تيرمينيت ذا اجريمنت كومبليتلي هيبقى ليه استحقاقات اخرى بقى ونروح للايه كونسلتنت كليمز بتاع هذه الحاله اور ات هيز ديسكريشن ويزاوت بريجيدنس ذا رايت تو تيرمينيت سسبند بيرفورمانس هول ان بارت فور ذا سكوب اوف سيرفيس يعني ايه يعني انت كاستشاري لا والله لو وراك شغل كتير في مكان تاني انت ممكن تعمل ترمينيشن وتسيب المشروع وحقوقك كامله محفوظه اما لو انت مجرد بس متخوف من الفاينانشال ارينجمنت للمالك فانت ممكن تعمل سسبنشن واذا عملت سسبنشن هذا لا يكحد حقك في الرجوع لاحقا وتقول انا هعمل ترمينيشن ده الكلوز 4.6.3 اللي احنا بنسميه ترمينيشن باي كونسلت حسبت انا الايام معاكم الموضوع في الاحوال الاتيه هو التيرمينيشن لما 28 يوم يمروا للدفعه والانفويس ما اتصرفتش وزود ريتن كونتستد بار يعني كونتستد يعني اعتراض من المالك يقول له الفاتوره بتاعتك مش هتصرفها للاسباب الاتيه لو ما ارسلتش اسباب عدم صرف الفاتوره يبقى انت ابتديت تتاخر يستحق الاستشاري من يوم 29 المبلغ اللي مكتوب في الابندكس زائد اللي هو 100 جنيه 100 ريال 1000 ريال 500 ريال حسب البلد اللي انت فيها الدينار الكويتي ال 1000 دينار ال 100 دينار كتير جدا جدا في بعض حراس الامن بيقبضوا 100 دينار واقل إذن التيرمينيشن بيحق لك كاستشاري تطلب تعمل تيرمينيشن نمرة 2 أو نمرة بي لو الامبلوير هو اللي علق الخدمات حسب البند 4.6 والتعليق زاد أكثر من 182 يوم الامبلوير علق الخدمات حسب 4.6 او الظروف اللي فاتت يا جماعه فاكرينها 4.5 اللي هي تشينج سيركمستانسز يعني ساعتها انت لما تستشاري اتعلقت معاك 182 يوم يعني 6 شهور ويومين من حقك كاستشاري تمشي في اجراءات الترمينيشن حد عنده سؤال في الترمينيشن باي امبلوير وترمينيشن باي كونسلتنت الوقت مش في صالحنا فانا الامور العامه دي فساد الاحتيال ما فيهاش جديد اكسبشنال سيرفيسز قلت لك من شويه هتكون امتى هيكون لما انت تكون عليك ترمينيشن باي امبلوير باي كلاينت هتعمل انت اكسبشنال سيرفيس لو اكسبشنال سيرفيس
for convenience of the employer of the client انت هتاخد فلوس time or and the cost. لو كان for default اللي فات ده باشمهندسين termination by sorry ده the consultant is not informing of calling for termination by consultant by client for default of consultant هيكون انت without time and the cost. هتعمل exceptional services هتلم ورقك هتدفع ايجارات تقفل مشروعك عشان انت اللي already in default. The performance shall entitle عموما shall entitle exceptional services shall entitle money and the cost over time للعمالة net cost للservices المعمولة ما لم تكن for default by the consultant. أي default by the consultant مش مقبول مش هيدفع ليه أي مقابل. Rights and liabilities of the parties كل party عليه obligation عليه rights عليه ليه استحقاقات لما نعمل التيرمينيشن. نمره واحد بيقول لك اي كليمز اي اكرود كليمز اي اكرود رايتس اند لايبيليتيز مش معنى ان المشروع اتقفل خلاص انا بعمل ريليف للاستشاري عن التزاماته. لا كل حاجه اكرود زي ما هي ومكمله زي ما هي. وقلنا من شويه ان ال 29 يوم في اليوم ال 29 اون وورد الاستحقاق بتاع البنالتي او التعويض الاتفاقي للتعويض عن تاخير دفع الدفعات مستحقه ما زالت مستحقه للاستشاري. في كلوز اسمه 6.3 ليميتيشن اوف كومبنسيشن بيتفق الطرفين على ليميتيشن للتعويض مش مفتوحه ما تبقاش الاتفاقيه ب 5 مليون جنيه ونقول ان الاستشاري يمكن ان يدفع 1 مليار جنيه. لا احنا بنتكلم عن ارقام ريزنبل لهذه الاعمال. انت بتصمم عماره غير بتصمم كوبري غير بتصمم مرفق غير بتصمم انفراستراكشر لمدينه. الفريم بتاع الكومبنسيشن محدود حسب الابندكس اللي انت بتوقع عليه او اجري مع الطرف الاخر. وطبعا انت كمالك لو عايز التعويض او الليميتيشن او الكومبنسيشن عالي جدا الكونسلتنت هيراعي ده في اسعاره. البيمنت احنا قلنا البيمنت عموما البي او كيو او السكوب الاتعاب الخاصه بالاستشاري بتكون عن بنود محدده منها الجهد البشري ومنها اللي يسموها الايكويبمنت والسيرفيسز اللي بيقدمها الاستشاري. احيانا الاستشاري بيكتب سياراتنا بيكتب ايجارات لمبنى رئيسي لمبنى موقعي بيكتب موظفين بالعدد بيكتب preliminaries في الموقع services بوفيه maintenance كل دي امور بتتسعر وتنزل في بي او كيو وتبقى هي دي الدفعات الشهريه للاستشاري. وبتتكتب في الابندكس 3 remuneration and pay. طيب الكلام ده ينفع للنورمال سيرفيس. طب والاديشنال سيرفيس اللي هي بتيجي مع الفاريشن بتبقى متسعره اوريدي حسب البي او كيو بتاعتنا او سكيدول اوف ريتس او سكيدول اوف برايسنج. الاستشاري بيقدم تشينج اوردر حسب هذه الاسعار الملك بيصادق عليها بيعطي ابروفال بتدخل معايا في البيمنت الشهري حسب اللي اتفق عليه. طب الاكسبشنال سيرفيسز قلنا اللي هي ليست اللي هتحصل امتى حسب الكلوز 4.5 في الظروف الخاصه او الظروف الطارئه. والحاجه الثانيه في التيرمينيشن والسسبنشن اوف وورك او الغلق الاتفاقيه. لو ما كانش فور ديفولت اوف كونسلتنت فالكونسلتنت مستحق هذه التعويضات اكسترا تايم للجهد البشري زائد نوت نت كوست
cost of other extra expenses. في احيانا في العقد الكويتي خلاص احنا اتفقنا ان في رسوم وفيز ومبالغ معينه للاستشاري في العقد الكويتي وبعض العقود الاخرى العربيه بيطلب من الاستشاري يعين سب كونسلتنت للاساسات يعين سب كونسلتنت للستيب حاجه اضافيه جوه العقد فيبقى السب كونسلتنت هياخد مليون المليون ريال دي او المليون جنيه دي للسب كونسلتنت هدفعها للكونسلتنت الرئيسي عشان يدفعها للسب كونسلتنت وفي نفس الوقت بدون اي اجحاف لرسوم الكونسلتنت الاصلي. تايم فور بيمنت اتكلمنا على 28 يوم في استفاضه كامله. بصوا البند اللي انا قلنا نكتبه في الاجنده بس منسين اللي معاه اجنده client shall not withhold payment without a reason the notice of his intention to withhold payment 4 days before the time يعني قبل مرور ال 28 يوم يعني على اليوم ال 24 لازم اصدر without a reason يعني انت ما توقفش اي حاجه انا قلت الجمله دي على جميع تصرفاتك كاستشاري don't withhold a decision or approval without reason بفكركم تاني ان لو في جزء نص الفاتوره ديسبيوتد والنص انت موافق عليه تصرف النص اللي انت موافق عليه حالا تصرف النص اللي انت موافق عليه قبل مرور ال 28 يوم تعمل نوتس بالنص اللي مختلف عليه على يوم ال 24 يوم ماكسيمم هتتناقش وتراجع وتدرسوا تاني الامر في النص الديسبيوتد اذا طلع المالك عنده حق مفيش مشكله هيدفع الفلوس في الوقت الاخر اذا طلع الاستشاري عنده حق هنعتبرك يا مالك كنت متاخر نص الدفعه ويبقى عليك تعويض عن اليوم ال 29 onward currencies on payment البند الشهير في كل العقود اذا حصل مشكله في العمله فجاه في البلد اللي انت فيها المالك سيتحمل الادفيرس كونديشن عشان الاستشاري جاي يشتغل عايز فورين كرنسي يستورد عايز فورين كرنسي يجيب بيها معداته يجيب بيها الناس بتاعته من بلد المنشا الاستشاري عايز يدفع مصاريف داخل البلد يفترض يعني المستثمر قد الدنيا وجايب فلوس معاه من بره لما هيقبض المستخلص من الجهه الاداريه او من المالك عايز يحول الفلوس دي لليورو الاوروبي يرجع بعض منها اوروبا يدفع رواتب الناس والناس اللي معاه تدفع ترجع فلوسها لاوروبا مش لمصر الحاجه فهنا لو حصل مشكله في القوانين دي يكون المالك هو اللي لازم يراعي الاستشاري هيراعي الاستشاري اولا هيسهل له الامور دي كلها اذا لم يتمكن من هذه التسهيلات هيراعي البند 4.5 ايه هو ال 4.5 ده اللي هو تشينج ان سيركمستانس فاكرين ولا نشوفه بسرعه لو العمله حصل فيها حاجه فجاه هتدخل تحت بند تشينج سيركمستانس قلنا ثيرد بارتي لو في ثيرد بارتي دي ما قلناهاش لا الثيرد بارتي اللي هي مصاريف الاستيراد مصاريف الشحن مصاريف الفيزا والاقامه و و و يجب ان او يحاول حسب ما نتفق عليه طبعا في الاجريمنت المعتاد او المكتوب في الفيدك اذا كان في اكزمشن از جرانتد تو ذا كونسلتنت يبقى المالك لازم يراعي الامور دي والا التكاليف دي كلها لو كانت متفق عليها في العقد ان المالك هيعمل فيها اكسبشن لازم الملك ينفذ الاتفاقيه، اذا لم يتمكن المالك يبقى هياخد الاستشاري التعويض المناسب من المالك. اتكلمنا عن الديسبيوتد انفويسز الاندبندنت اوديت نقطه مهمه جدا برضه هتنزل في الاجنده بتاعتي عايز اكتبها معاكم. يجب ان يوفر الاستشاري كافه
اولا لازم ان تحتفظ بريكورد متكامله لكل مشروعك، ويحق للمالك خلال 12 شهر بعد انتهاء المشروع بالكامل يحق له بنوتس 7 يوم، يبلغك بنوتس 7 يوم، يقول لك النهارده السبت والسبت القادم انا جاي عندك معايا ثيرد بارتي اوديتور من مكتب اجنبي اس جي اس او بيروريتات، جاي نعمل تفتيش او جاي نعمل اوديت نراجع اوراق قديمه، ويجي يقول لك اديني الاي بي سي نمره 12 اللي اتصرفت من 17 شهر ولا اتصرفت من 12 شهر برضه عايز اشوفها، فمن حقه يراجعها ويطلع لك فيها اخطاء، وبعد ما تطلع اخطاء تدخل في المعامله القانونيه الديون لهذه الامور. يبقى انت هنا كاستشاري، يبقى انت هنا كاستشاري مش بتفكر انك تصرف المليون ونص بتاع الفاتوره الجاريه، انت بتفكر في اوديت ممكن يجي لك من ثيرد بارتي، مش مجرد انك عرفت تمرر فاتوره او مستخلص كده خلاص انت نجحت، قست عليك اوديت. فلازم تعمل اللي انا كاتبه ده استراتيجيك ثينكينج، لازم تكون اكيوريت، تحتفظ بكل اكيوريت ريكورد، قدم اكيوريت ريكورد. واخطر حاجه في النقطه دي يا باشمهندسين، لو كان الاوديتور ده حكومي او المشروع ده حكومي بيجي يقول لك ايه؟ يقول لك الباشمهندس مدير الجوده كان العقد بتاعه بيقول 15 سنه خبره. طيب بس الصراحه في حين ان انت عينته او قدمته 12 سنه ووافق عليه العميل، الراجل ده غير معتمد واشتغل معاك 18 شهر الراتب بتاعه كله عايز يتخصم، بترد عليه بتقول له ده الامبلوير وافق، تقول له الامبلوير ما وافقش كتشنج اوردر سواء بكوست او بدون كوست، الاوديتور هيقول لك هذا ليس تشنج اوردر، هذا خطا، واحنا هنحاسب الامبلوير بتاعنا وانت هترجع 18 شهر لمدير الكواليتي. يا ريت ناخد بالنا من الجزئيه دي، ان مش معنى انك تقدم كمدير مشروع استشاري تقدم اي وظائف والملك يقبل وبفرق سنوات خبره بصفه خاصه ونوع البكالوريوس، لو مكتوب بكالوريوس ميكانيكا يبقى بكالوريوس ميكانيكا. هنا بقى اهم حاجه هنروح لللايبيلتي والكومبنسيشن بين ذا بارتي. اللايبيلتي هنا بتتكلم عن مسؤولية الاستشاري سواء عن التصميم سواء عن الإشراف على التنفيذ. البند ده من البنود الهامة جدا اللي لازم تحدد، وحتى تتقى أيضا من الابليكابل لو، بنقول إن المقاول مسؤول لحدود مبلغ كذا، طبعا الاستشاري مسؤول لحدود مبلغ كذا، بتقول الاستشاري مسؤول لمدة إكس سنة سنتين، مسؤولية عشرية 10 سنين، المقاول الاستشاري مسؤول مسؤولية ستاندرد اوف كير او ستاندرد اوف ليابيليتي ولا مسؤول فيتنس فور بيربس. انت من حقك تتفق على فيتنس فور بيربس، انت بتصمم لي منشأ عشان يشتغل توليد كهرباء، فانا عايزه يولد كهرباء فيتنس فور بيربس ان هو يولد لهذه المدينة. ما ينفعش تقول كاستشاري في الوقت ده انا مسؤوليتي فقط اللي اتكتب بتفصيل او اللي اتكتب كخطوط عريضه، لا انا عايز المنتج النهائي ينور المدرسه بتاعتي، انا عندي مدرسه وعايز جنريتورز ايا كانت صمم لي شبكه كهربائيه تضيء هذه المدرسه او تضيء هذا ملعب الكوره. فانت هنا الليفل اوف لايبيليتي وصل للفتنس اوف بيربس. المعتاد ايه؟ المعتاد هو الستاندرد براكتس، المعتاد هو الابليكابل لو، المعتاد هو اللي بنسميها في العقود مع مراعاه مستوى الاستشاري ومستوى المشروع ونوعيه المشروع. هي دي اللايبيلتي، دي المستوى بتاعه اللايبيلتي. ولكن من حقك تروح لحاجه اسمها فيتنس فور بيربس، ودي الى حد ما بيتعرض ليها مش الفيديك فورث اديشن، بيتعرض ليها الفيديك فيفث اديشن. الجزئيه دي لما بقول لحضرتك وانت بتكتب عقد يجب ان تستشير، طبعا حضرتك متوقع مني تستشير واحد خبير، يجب ان تستشير محامي،
يجب أن تستشير محامي، ما تستشيرش مهندس فقط، يجب أن تستشير محامي في جزئية زي الليابيليتي. ممكن أنا شخصياً أدفع لي 1000 ريال عشان أحدد كلوز الليابيليتي للمستوى اللي العميل بتاعي عايزه، حتى لو أنا اللي واخد دي فريلانسر، أنا اللي بكتب عقد فريلانسر، أنا بتجه مع الملك مع محامي أدفع له 1000 جنيه، أدفع له 10,000 جنيه عشان يكتب لي كلوز للليابيليتي بدرجة اهتمام المالك بتاعي. Such compensation التعويض to be limited to the amount. هنا بقى عيب الفيديك، الفيديك fourth edition. التعويض to be limited to the amount of reasonably foreseeable loss. هنقعد نختلف مع بعض ما هو المتوقع، ما هو الدمج المتوقع، ما هو الدمج المتوقع، ونختلف الملك مع الاستشاري. لا، الموضوع محتاج ما نقفش على reasonably foreseeable loss. هنا نفس الكلام، انا محدد بقول لك خلي بالك دي limited liability. ايه limited liability اللي المهندس احمد سأل عليها؟ duty of care and exercise of authority is established against him unfair because it is طبعا established against the consultant. الفيديك فورس اديشن بيقول لي only be liable to pay compensation to the client arising out of his or connection of لها علاقة بالعقد فقط، عندما يعمل خطأ له علاقة بديتي اوف كير. طبعا ده مش كفاية ابدا، الراجل ده بيتعامل مع ارواح، يفضل يجب ان نتخطى هذا البند ونروح نشوف بند اقوى بكتير زي ما عمل الفيديك فيفت اديشن. يبقى انا بعمل لك هنا هايلايت، تكتب عندك عندك هنا الليميت اوف ليابيليتي في الفيديك فورث اديشن از نوت انف، از نوت فير فور ذا كلاينت، از نوت فير فور ذا كلاينت. كان انت برضو يعني مش معقولة هتكون بتعمل منشأ 40 دور وتعمل فيه limit of compensation هو قيمة المنشأ، وفي نفس الوقت مش معقولة تعمل المبلغ 20,000 ريال. الكلام ده اللي بيساعدنا فيه التأمين insurance، عندنا نوعين في التأمين professional indemnity insurance والgoods والproducts والبروبرتي بتاعت المال. If a party liable to jointly with third party، طب افرض انها والسب كونسلتنت بتاعي او السب كونسلتنت بتاع المالك مسؤولين عن خطأ ما، هل انا كاستشاري عام هدفع كل حاجة لوحدي؟ لا، انا هنعمل بروبورشن ونشوف انا نسبة خطأ قد ايه، والسب كونسلتنت اللي جايبه المالك نسبة خطأ قد ايه، وندفع التعويض بالنسبة والتناسب. البند مكتوب بالعربي واضح. Duration of liability يتفق عليها. الـ BC limit of compensation يتفق عليه. Parties to agree or waive all claims بعد التيرمينيشن يا باشمهندس، بعد سوري بعد الـ limit of compensation أي كليم تاني. اتفقنا خلاص إن maximum compensation من طرف للاخر 20 مليون جنيه مصري، اي كليمز تزيد عن كده احنا متفقين انها تو بي ويفد، هننساها خلاص. طيب افرض حضرتك الاستشاري عمل كليم او الكلاينت عمل كليم والكليم فشل وطلع انجستيفايد ضد بعض، طبعا الكليمنت قدم كليم والريسبوندنت بذل مجهود عشان يرد على الكليم، فلما لو الريسبوندنت او الديفندنت بريفيل او الكليم كونسيدر فيل، فيلد كليم الفيلد بيرسون او الثيرد بارتي هيدفع تكاليف الطرف الاخر. يعني بالعربي المتضرر او اللي دافع عن نفسه واثبت ان هو غير متهم او غير مدان هيرجع على المالك او على الطرف
المدعي، خلينا بقى بالمدعي ومدعي، المدعي إذا طلع ادعائه خطأ المدعي عليه يستحق تعويض عن تكاليف إعداد الرد والدفاع عن نفسه. التعويضات بتكون سواء حسب الابليكابل لو، لو تفتكر يا باشمهندس احمد ديوتي اوف بير قلنا ان هي موجوده في الابليكابل لو، وبكتبها بكتبها برضو في العقد الاندمنتي. التعويضات طبعا الابليكابل لو، لو انا رحت اشتكيت من غير عقد وقلت انا بنيت عماره كمالك الاستشاري بتاعي مصمم غلط، طبعا القاضي بدون اي عقد بدون اي حاجه هيدخلها جنائي ومدني. الكلاينت شال اندمنيفاي ذا كونسلتنت اجينست ادفيرس افكتس اوف كليمز اوف ثيرد بارتي، اي جهات خارجيه تعمل كليم على الكونسلتنت بسبب اجراءات او عدم اجراءات من المالك سواء قبل مده الضمان او مده التعويض او بعد مده التعويض، كل ده هيكون الملك هو اللي يعوضني عنه كاستشاري. مين بيساعد الملك في الامور دي عشان الملك ما يتكلفش كتير؟ عشان كده الملك بيطلب انشورنس من الكونسلتنت، بند الانشورنس جاي عليه الدور. الاستثناءات من الاندمنتي، يبقى الملك مش هيعوضك كاستشاري لو في خطأ متعمد، لو في احتيال، لو في خداع، لو في سوء تصرف، لو في نيجليجنس، فأي حاجة خلاف ذلك تتعلق بالاتفاقية الملك يدفعها. التأمين عندنا نوعين تأمين بنعدهم قبل العطاء، وإذا احتاجنا نزيد بنزيد. النوع الأول انشورنس، تأمين بيعمله الاستشاري بمبلغ مدفوع على حسابه في ضمن البريليمينريز، وبعض الاحيان بتتكتب في البي او كيو. التامين لايابيلتيز اند كومبنسيشن بين ذا بارتيز اندر اندر كلوز 6.1، ويزيد هذا التامين لو المبلغ العطى زاد فبيزود. انشورنس اجينست بابليك، التامين ضد المسؤوليه تجاه الجمهور، اي حاجه تحصل للعامه واي حاجه تحصل للجيران او اي طرف اخر، كل ده متغطى بالتامين. فلو رجعت هنا لتعويضات المالك هتلاقي الموضوع بقى محدود عشان الانشورنس ده غطى. اي زياده التامين برضو عشان الالتزامات زادت. insure or increase any other insurance required by the insurer the client، اي حاجه يطلبها زياده المالك هعمل انا التامين، بس هيدفع لي الكوست، هيدفع لي الكوست من المالك. التأمين بصفة عامة بيكون جزء من الكونسلتنت فيز، قد يكون بعض العقود بحطها كبريليمينري بحطها بند انشورنس، والمالك والاستشاري يقدر قيمة الانشورنس. كلاينت بروبرتي، قلنا الكلاينت بروبرتي هي اللي وضعها المالك كمساعده للاستشاري في الابندكس 2 اللي هي مع البيرسونيل والاكويبمنت، طبعا دي كلها هيامن عليها الكونسلتنت. طبعا وصلنا للديسبيوت اند اربيتريشن. باختصار شديد انا عامل لو شرط بسيط عشان نفهمه بسرعه. لما في اي ديسبيوت بيحصل بين الاستشاري الفيديك وايت فيديك بيقول نعمل اميكابل سيتلمنت، اميكابل سيتلمنت. بعد الاميكابل سيتلمنت بيكون بناء على طلب من احد الاطراف. خلال 14 يوم من طلب احد الاطراف بنجتمع الجود فيس وبنيه حسنه جايين نحل مشكله. لو اتحلت المشكله شكرا، بنروح على يس ونقول ريزولفد. لو ما اتحلتش المشكله نروح على ميديشن. الفيديك الجديد قال لك روح لادجيديكيشن لو انت عايز.
الميديشن ازاي الميديشن بنتفق على نيوترال ميديتور سوري اتكلم عن الميديشن بنتفق على محايد ميديتور محايد كلمه ميديشن اللي ما يعرفش هي دايما نون بايندينج ميكانيزم للديسبيوت ريزوليوشن ممكن يتحول الى بايندينج لو اتفقنا بنعين واحد نيوترال لو اختلفنا بنروح للاي سي سي او للفيدك سوري بنروح للفيدك تعين لنا ميديتور تروح للفيدك دي لو انت واخد الفيدك الوايت فيدك كوبي بيست بتستعمله لو انت عامله تيلورد كونتراكت فبتكتب في النقطه دي يا باشمهندسين في البارتيكولر كونديشن بتقول اذا حدث خلاف فيعين لي الهيئه نقابه المهندسين المصريين او جمعيه المهندسين الكويتيين هي اللي تعين لي الميديتور بعد ما يتعين الميدياتور اي بارتي يعمل نوتيس للبارتي الاخر يقول يلا نعتبر الميدياشن بروسيس ابتدت النوتيس دي بعد 14 يوم يبقى الميدياشن ابتدى فعلا الميدياشن لما يبتدي بنمشي في البروسيدور اللي مكتوب في البارتيكولار كونديشن بسريه تامه بسريه تامه ممنوع تستعمل اللي بيحصل جوه الميدياشن في اي خطاب في اي معلومات في اي further arbitration الا بموافقه الطرف الاخر بقول لك بسريه تامه عشان ما تدخلش الموقف في complication وتقاضي concluded لو عملنا conclusion واتفقنا وخلاص وصلنا لاتفاقيه يبقى هي كده عملنا binding وقعنا عليها وبقت binding بعد ما وقعنا بقى معانا اتفاقيه mediation موقعه تتنفذ فورا لو ما وافقناش وفشل الميديشن واتقطع او اتعمل له ترمينيشن لفشله لا نستعمل المعلومات فيه تماما ممنوع تستعمل المعلومات او المفاوضات او الديسكشنز اللي حصلت بس ممكن تطلب للميديتور تقول له طب ممكن لو سمحت تعمل لي نون بايندنج كونكلوجن تقول لي تكتب لنا ايه اللي حصل والموقف وصلنا ليه لغايه فين وبعد كده يجوز ليا لو بموافقة الطرفين اتحرك على الاربيتريشن نفتكر في الفلو شارت دي في البروسيس ماب دي ان في المنطقه دي في ادجيديكيشن في الفيديك فيفث اديشن انا كررت لك دي تاني عشان يلا بقى نكتب مع بعض الفيديك الوايت فيديك احنا اتفرجنا على كل البنود خدت لك كوبي بيست دي تاني بفكرك في عندي اجريمنت عايز اكتبها انا المالك وانت الاستشاري عندي جنرال كونديشنز موجوده فوق عندي بارتيكولر كونديشنز الدكتور مصطفى ما وريناش شكلها لا انا اسف هوريكم شكلها في السلايد اللي جايه ابيندكس 1 ابيندكس 2 ابيندكس 3 ابيندكس 4 نفس الغلطه هنا نرجع تاني نظبطها بسرعه عشان لما ابعتها لكم السلايد تبقى دي اسمها 3 دي اسمها 4 يلا نكتب مع بعض يا باشمهندسين العقد بسرعه في 10 دقائق نكتب العقد عايزين نملى اللي بشرط دي بارتيكولار كونديشنز فين البارتيكولار اهي فين الجنرال كونديشنز يا باشمهندس محمد صبره الجنرال كونديشنز اللي شفناها هنا الكلام كتير ده فاكرينه كوبي بيست من الفيديك انا طبعا عامل له مونتاج انت هتاخده كوبي بيست من الفيديك الشروط الخاصة بيقول لك روح للبند ده البند ده في الشروط العامة محتاج تكتب بعض الأمور عايز تعرف بعض الديفينيشن عايز تقول ما هو المشروع اكتب اسم المشروع عايز تكتب الكومنسمنت ديت هتبتدوا امتى اكتب جنبها يا باشمهندس خلال 14 يوم من الليتر اوف اكسبتنس خلال 3 شهور من الليتر اوف اكسبتنس از يو لايك متى تبدا مباشره الخدمات تايم فور كومبليشن مده التنفيذ قد ايه لازم تكتبها ما هو الفيديك الفيديك نفسه الفيديك منظمه الفيديك ما تعرفش انت اصلا من انت ولا مشروعك اسمه ايه ولا مشروعك مدته سنه ولا سنتين فانا بملى معاك اهو يا باشمهندس تحبوا نكتب بند مثلا تعالى نكتب هنا تاريخ مباشره الخدمات من بكره 24 سبتمبر خلاص ادينا بنكتب العقد مع بعض اهو يا باشمهندس
حد الاكثر التعويض هنكتب هنا 100 مليون ولا كام يا باشمهندسين؟ مده المسؤوليه 365 ولا 720 يوم سنتين؟ الحد الاكثر التعويض، الحل الودي للنزاع، من هو مندوب المالك، من هو مندوب الاستشاري، القضاء والتحكيم، هل هتروح على القضاء ولا تحكيم؟ انا كتبت تحكيم داخل جمهوريه مصر العربيه، خلي بالك اوعى تسيبها تحكيم مفتوح، الفيديك هيوديك للاي سي سي انترناشونال تشامبر اوف كومنز، شروط خاصه اضافيه، فاكرين الاديشنال كلوز؟ نرجع لها بسرعه عشان نفتكر احنا بنملى فين دلوقتي يا باشمهندسين. شايف البارتيكولار كونديشنز يا باشمهندس محمد؟ في بارت ايه اللي انا مليتها من شويه، في بارت بي الاديشنال كلوز، دي البارت ايه، دي اسمها بارت ايه، دي اسمها بارت بي اللي جايه دي. يلا املى معايا يا باشمهندس محمد رأفت. The general conditions are those contained in FIDIC model agreed variations، مش عارف ايه كل ده انت تكتبه. عندك ايه particular condition يا مهندس حازم؟ لو عايز تكتب اكتب هنا. هنا تكتب ما تشاء، ما يتفق عليه، ما تشاء، ما تشاء. ممكن تكتب هنا nominated sub consultant، ممكن. particular conditions appendixes عند سكوب اوف سيرفيس، هنكتب السكوب اللي هي جايه من تيرمز اوف ريفرنس اللي هي تي او ار، باخدها كوبي بيست هنا. بيرسونال ايكويبمنت على على المالك يؤمن الكمبيوتر، على المالك يؤمن ثلاثه مهندسين مدني واثنين ميكانيكا يتابعوا مع الاستشاري ويسهلوا اجراءاته، وواحد مندوب خدمات حكوميه. ريمونريشن اند بيمنت، اسلوب الدفع، مبالغ الدفع، تواريخ الدفع، اي حاجه عايز تكتبها هنا. ابيندكس 4 اوت لاين بروجرام، مده التنفيذ، تواريخ الموبلايزيشن والدي موبلايزيشن. ورقه كامله هتحط فيها تي او ار، تي او ار او سكوب سيرفيس. هتكتب بيان كامل بالبيرسونال، بالاكويبمنت، بالمرافق، هو اللي هيديك كهرباء في الموقع ولا انت اللي هتجيب جنريتور؟ ريميونريشن اند بيمنت، هندفع ازاي؟ هندفع للكار والسايد اوفيسز والمين بروجكت اوفيس واللابتوب والبرنتر والبلوترز والكمبيوترز والبوفيه والاكل، ممكن اكون عامل ميز فارامكو بنعمل ميز، ممكن اعمل ميز كامل. ابندكس 4 ادي شكلها، ديبلويمنت بلان، هو اند وين ستارت وديمومولايز، ليبر لو بيجي ازاي، يجي في قد ايه، تعمل له ترمينيشن عادي، كويتي بيخسر كتير مع الاستشاري عشان في طريق ثلاث شهور ترمينيشن بيريود، يعني انت الاستشاري المالك يعني من حقه يعمل ترمينيشن لموظف عند الاستشاري في يوم او خلال اسبوعين مثلا، بينما الاستشاري بيدفع للموظف بتاعه ثلاث شهور. العقد الكويتي ممتاز في صالح الموظف. ده العقد الجديد يا باشمهندسين اللي اسمه فيفث اديشن. حبيت اخد لكم شويه 2017، مش معنى انه 2017 يعني جميل جدا وال 2006 وحش، بالعكس مالهاش علاقه. ادي البنود، بعض الاختلافات، ده الفورس، في الفورس اللي لسه مخلصينه وصلنا للاربتريشن 8.3، هنا نمره 10 اسمه ديسبيوتس اند اربتريشن، قبليه انشورنس، قبليه لايابيلتيز، قبليه بيمنت، قبليه سسبنشن اوف سيرفيس اند ترمينيشن فقط. فقط تعالوا نشوف اخوه هنا، commencement completion variation termination، زي ما قلت لكم بند 4 تقسم 2 الفيديك القديم بقوا 5 و 6، commencement مفيش فرق، consultant مفيش فرق، كل ده مفيش فرق. دي مميزات الجديد، بيتكلم عن الليابيليتي، بيتكلم عن الانفورس بدايه التنفيذ امتى، كلها اتوضحت اكتر، بيتكلم عن ستاندرد اوف كير، بيتكلم عن فورم اوف اجريمنت اتكتب فيها برايورتي اوف دوكيمنت، كنا شويه متلخبطين في الفيديك 4 فورس اديشن سوري. انا اسف على التاخير يا باشمهندسين، وبشكركم طبعا انكم صابرين معايا. كل دي نقطه في العقد العماني مثلا او العمان، بنتوجه فورا للاربتريشن ولا بنروح لادجيتيشن ولا بنروح لميديشن، قلنا ميديشن وقلنا ادجيديكيشن.
هنا في العمان بننطلق فورا على الاربيتريشن. الافليت بعض الفيديك الوايت فيديك ده بيشتغل مع مين اكتر فرصه؟ بيشتغل مع الفيديك الاحمر، بيخدم الفيديك الاحمر، مش بيشتغل مع، بيخدم الفيديك الاحمر. يعني انت مقاول مالك عامل فيديك احمر مع مقاول، مالك مع مقاول خلال فيديك احمر، انا اعمل مع الاستشاري بتاعي فيديك ابيض. بروجكت مانجمنت سيرفيسز، تكنيكال سبورت سيرفيسز، ادفايزنج سيرفيسز، اعمل فيديك ابيض. ديزاين بيلد، لو انت مالك شغال في ديزاين بيلد هتعمل ليت بروجكت كونتراكتور اندر ديزاين بيلد، وعايز استشاري عينه بالفيديك الابيض. في سيكونس للاعمال اللي احنا شفنا بالشمسين السلايدز الكتيره العايمه دي، تعالوا نعمل كده، شايفين كده مش السلايد، شايفين السلايدز اللي رايحه جايه دي كلها كام سلايد؟ كل ده الجنرال كونديشنز والفيديك. اللي عايز يطبق عقد فيديك ابيض ممكن يقرا السلايد دي عشان يعرف هو هيتحرك ازاي خلال المشروع بتاعه كله بمدد زمنيه بتايم بارز كلها. طبعا كوبي بيست، انا مش انا اللي عاملها، انا كاتب عليها هاي كوبي. شايفينها وايت بوك؟ دي الفروقات والبروز اند كونز اللي في الفيفث اديشن، او السمات الرئيسيه في الفيفث اديشن. كل دي سمات رئيسيه، 17 سمه رئيسيه. لو انت شغال فيديك ابيض وعايز تجيب سب كونسلتنت، عينه بالسب كونسلتنت اجريمنت بتاعت الفيديك. عفوا، طبعا انا بتحرك بسرعه عشان عارف ان احنا زودناها عليكم. السب كونسلتنت مبدا نكتب في الاجنده يا باشمهندسين، دي المرفوزه نمره اربعه او خمسه. السب كونسلتنت دايما تذكر الباك تو باك اوبليجيشنز، هي مجحفه للطرف المزعن او الطرف الضعيف، بس هي امن طريقه لو انت مستعجل. في فروقات بين الوايت بوك وبين السب كونسلتنت اجريمنت، توافق وفروقات في بعض الامور. The subconsultant agreement can only be used in the client consultant agreement is drafted based on subconsultant اللي لسه كنا فيها دي، يجب ان تستعمل لو خدتها كوبي بيست من الفيديك، يجب ان تستعمل لما انت تكون شغال وايت فيديك. من البروس اللي حصل او في الفيديك 2017 في درافتنج اوبشنز وير افيلبل. عشان تعمل عقد في الفيديك 2017 في تو اوبشن، في اوبشن منهم يا اما تاخد الفيديك كما هو كوبي بيست، يا اما تعمله بيست بوك، او تعمله تيلر، او تعمله اديتنج. زي ما قلنا اديتنج هتكون على بي سي ان بارتيكولار كونديشنز، وهتكون على الابندكس مش على الجنرال كونديشنز. ذا ستاب كونسلتنسي ادين بيكمز اوتوميوس دي بروس اند كونز ستاب كونسلتنسي اجريمنت. بعد كده في جوينت فينشر اجريمنت بين الكونسلتنت وبين الاتحاد كونسلتنتس، بين اثنين او ثلاثه او اكثر، سواء كونسورتيوم او جوينت فينشر لما يكون المشروع مستدعي ذلك، او في العقد الكويتي بالذات بيطلب يقول لك في كونسلتنت اجنبي يجب ان يشرك معه كونسلتنت وطني، فممكن يتفقوا مع بعض بجوينت فينشر او بيتفقوا بسب كونسلتنت اجريمنت. المهم ان العقد الكويتي بيجبر الشركات الاجنبيه تستعين من دي زيرو، من قبل التعاقد مع الحكومه تستعين بمكتب كويتي. ده بقى شكل عام للي عايز بقى يعمل. فعلا انا جبت من احد الزملاء نسخه
وعملتها كوبي بيست هنا عشان تتخيل انت شكل العقد المتكامل بتاعك لو هتعمله على الفيديك. ده عقد تنفس بالفعل. طبعا انا شلت بكده انت تكون تعرف تكتب عقد فيديك ابيض. بنروح طبعا ما عندناش وقت، ولكن بصفة عامة العقود الحكومية السعودي الكويتي العماني في بعض التجاوزات، في بعض التجاوزات وفي بعض البروس وفي بعض العيوب. التجاوزات جت من تدخل الجهة الإدارية الحكومية في إعداد العقد مشتق من الفيديك، فابتدت تضعف في العقد أو ابتدت تخل بالتوازن. مثلا بند مش مكتوب في الفيديك السكيديول، لو كان المقاول عليه سكيديول والمقاول اخفق في عمل السكيديول البيز لاين سكيديول للمشروع، مكتوب في عقد الاستشاري في هذه الحاجه لا الاستشاري يقوم بتنفيذ السكيديول. ودي من الناحيه العمليه موضوع معقد جدا، مش عارف هنجيب الاكويبمنت منين وهنجيب الريسورسز منين عشان اعرف اعمل سكيديول بناء نيابه عن المقاول اللي مش عارف يحدد لنفسه الريسورسز والاكويبمنت عشان يعمل لنفسه سكيديول. مطلوب دلوقتي من الاستشاري هو اللي يعمل. قريتها في العقد السعودي وفي العقد الكويتي. الفاليو انجينيرنج سهله وجميله في العقد الكويتي، مش واضحه قوي في العقد السعودي. الحكومات بصفه عامه مش قابله لا تقبل المشاركه في الربح او المشاركه في الفرص والتحديات بشان الفاليو انجينيرنج. الغرامات على الاستشاريين في العقد الحكومي قويه جدا، اقوى مما ينبغي. المدد الزمنيه لتنفيذ التزامات الاستشاري في العقود الحكوميه مش واضحه كتير، مش مكتوب كده. الاستشاري يعني مش معموله بريك داون او governance ماتريكس للاستشاري كويسه. بيتكلم مثلا لو هو كاتب بنود كويس في العقد السعودي، بيتكلم عن الشوب هوم، بيتكلم عن الاسبل ريفيو، طبعا بيتكلم عن بعض الديزاين. الامور دي مش متفصله، كانت محتاجه governance ماتريكس ومبين فيها تواريخ، سوري مبين فيها مواعيد وتايم بارز، ومبين فيها غرامات مستحقه. مش واضحه كتير. العقد الكويتي فيه على الاقل 5 ورقات غرامات مفيده جدا ومسهله عمل الاستشاري وعمل المقاول. النسخ اللي امامنا حاليا هي نسخ تجريبيه، وان شاء الله نكون شرحنا النهارده ازاي اعمل عقد كل ابيض ومميزاته وعيوبه. على الاقل عملنا هايلايت للمشاكل اللي في الفيديك الفيديك 4 اديشن، وعرفنا ان في الفيديك 5 اديشن 3 بعض هذه الملاحظات. اتمنى اكون تركت، انا عارف ان احنا كتير مننا شاف الفتره اللي فاتت الفيديك الاحمر، وعشان كده انا ما حبيتش اتكلم عن الفيديك الاحمر كتير او اعمل محاضره عن الفيديك الاحمر. كفايه الناس كلها ان شاء الله سدتنا بيتكلموا فيها. ان شاء الله يكون الفيديك الابيض خدنا عنه فكره. هو نسخه، اختصر، هو نسخه، هو نموذج لتعاقد استشاري مع مالك لتقديم خدمات استشاريه. العقد الكويتي لنفس المبدا اشتق منه، الكويتي يعني الحكومي الكويتي. العقد السعودي اشتق منه كتير. العقد الاماراتي اشتق منه بحياديه كبيره. العقد العماني كذلك بحياديه كبيره. ولكن يبقى العقد الفيديك بصفه عامه يحتاج ناس بروفن تتعامل مع البارتيكولار كونديشن والابندكس. بشكركم كتير، بشكر بي اي ام العربيه، بشكر الاساتذه المحترمين اللي خدت من وقتهم كتير، بشكر الاسماء اللي انا عارفها والاسماء اللي انا مش عارفها في المشاركين. تحياتي ليكم، ونبتدي نشوف لو في اسئله، ونشكركم على التاخير ده ونعتذر على التاخير اللي حصل.
ألف شكر حضرتك يا دكتور مصطفى. في بعض الأسئلة باشمهندس أحمد تفضل. السلام عليكم، الله يعطيك العافية دكتور، وبارك الله لك بهالجهد الطيب وبوقتك، محاضرة جدا رائعة. أنا آسف على الصوت مشان القريب، إحنا بلش عنا هون الخريف، فهذا يا ريت يكون الصوت واضح ومفهوم. طيب راح عفوا عمان؟ لا بألمانيا بفرانكفورت. الله يبارك فيك يا دكتور. طيب راح ابدا محل ما انت انتهيت لما عم تحكي عن الابيض، ويا ريت يعني الانسان بطبعه طماع، بس افضل الطمع بالدين والعلم، انه ان شاء الله هيك نسمع منك بالايام الجايه عن الكتاب الاحمر او حتى الاصفر وباقي الكتب اذا سمح وقتك. يشرفني يا باشمهندس. الله يبارك فيك يا سيدي. اذا المهندس واذا بي اي ام عربيه انا عنديش مانع، برضه ما فضلش الاحمر عشان الاحمر مستهلك. نعم حضرتك مهتم فيه اوف لاين، انا تحت امرك يعني 24 ساعه. بارك الله فيك. بعد الزملاء مين عارفين. طيب فالاصفر باذن الله انا انترستد في الصعوبه بتاعه الاصفر، بحب الاصفر في صعوبه، وعملت فيه بيبر قريب كويس. بيبرز يعني اخر حاجه بيبر فيه برضه، فان شاء الله يشرفني ان انا اتكلم عن الاصفر في يكون المحاضره الجايه في الاصفر في يوم ما احدده بي اي ام العربيه. شكرا على اهتمامك وعلى ذوقك وعلى ثناء. بارك الله فيك. في بعض الاسئله يعني لو كانت شوي طويله، بس اتمنى انه يكون كمان خاطر على بال الاخوه، بيكون هيك شوي ما اخذنا من الوقت كثير. السؤال الاول اللي انا حابب اسالك اياه واعرف من حضرتك ومن خبرتك، هو سؤال بذهني، انه كون يلي وضعوا الوايت بوك او يلي عملوا هالاجريمنت هاي هني نفس الكونسلتنت، يعني انت التاسك فورس يلي هي بالكونتراكت كوميتي عند فيدك هني نفسهم الاستشاريين، بقى الى اي مدى شايف انه فيها هي فير مع بمقارنه غيرها من الكونتراكت، ان كان او اجريمنت ان كانت بالبلد نفسه او بالان اي سي، هل انت شايفه اني تفير بالعلاقه بين الطرفين؟ هو كلام سؤال حضرتك جميل وصميم التحدي المستمر بين المالك والاستشاري. التحسين اللي حصل في اتجاه الفيفث إديشن على سبيل المثال يا باشمهندس، ناخد احد الامثله اللي هو المعلومات التي يقدمها المالك الى الاستشاري. الفورث إديشن كانت بتقول الاستشاري يبقى رياكتيف وينتظر المعلومات من المالك، الاستشاري ينتظر المعلومات من المالك. التحسن اللي حصل في الفيفث إديشن بيقول ان المالك ينفذ طلبات الاستشاري لاعطائه معلومات، يعني الاستشاري هو اللي انيشيتيف، هنا هو اللي هيعمل الانيشيتيف، هيبعت خطاب للمالك يقول له انا عايز 1 2 3. كان في المرحله 4 او في الفورث إديشن كان الاستشاري رياكتيف خالص. ده يوضح ان في تحسين بيتجه نحو التعادل. واللي انا بقوله يا فندم، اللي انا بقوله ان انا مش لازم استعمل الفيدك وانا ما عنديش خبره، الفيدك عموما انا كاستشاري او مقاول او امبلوير، كاستشاري او مقاول او امبلوير او كلاينت، لا يجوز او لا 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 ليس في صالح العمل ان انا اقول خلاص في ناس كتيره قالت الفيدك كويس هستعمل الكتاب الاصفر واتوكل على الله. انا لازم اكون عندي خبره، والا انا هضر المشروع، مش هضر نفسي بس، انا هضر المشروع. وحضرتك في البارتيكولار كونديشن والابندكس هي فرصه اطراف العقد في تاكيد التوازن، وليس الفيدك هو اللي هياكد التوازن. في عندنا ديزاين لايبيليتي مثلا في البلاد العربيه معروفه ان هي دايما بنخليها على المقاول حتى لو العقد ديزاين بيتبني. واضافه لذلك في بعض العقود الاداريه في العقد الكويتي شفتها، خلاص هو ديزاين بيتبني كامل المسؤوليه على الاستشاري على المقاول. تيجي عندك في تعمل وايت بوك تلاقي المقاول الجهه الاداريه الحكوميه في الخليج راحت عامله انزيرشن بند، وعلى الاستشاري يراجع الرسومات ويكون مسؤول عنها مسؤولية كاملة كما لو كان هو المصمم. طيب
ده كده ما فيش توازن كده، بيحمل الاستشاري، مع انك لسه بتقول قد يكون الاستشاريين لما اعدوا العقد اجحفوا حق المالك. يجي المالك في العقد الاداري في بعض الدول الخليج او في بعض القطاع الخاص يزود كلمه وعلى الاستشاري مراجعه الرسومات. طب ده الرسومات اتعملت في سنتين، الاستشاري هيراجعها في شهر ونص شهرين ازاي؟ فحضرتك طبعا عندك الى حد كبير حق في التخوف، بس ده يؤكد ان انا لا استعمل هذه النماذج الا لو عندي خبره. يعني لا اخفيك سرا ان انا بستعملها من زمان جدا. عايز تقول ان انا من زمان كان عندي الخبره بعمل بيها درافتنج من زمان جدا؟ هل انا كنت زمان جدا عندي الخبره اللي بعمل بيها درافتنج النهارده؟ طبعا لا. احد المقاولين اللي عملت انا الدرافت واديته للمقاول عشان يبتدي يقراه ويفكر، مسك الجنرال كونديشنز بتاعت الفيديك الاحمر وشال نصها وحط نص جديد، ويعني العقد ما بقاش عقد خالص. فعمل ما فهمناه وتفاهمنا وسلمنا، وجاب كونسلتنت لنفسه عشان يفهم يعني ايه فيديك احمر، يعني ايه جنرال كونديشن بارتيكولر كونديشن. طيب معناتها السؤال الاخير عشان ما هذا اخذ من وقت حضرتك كثير والأخوة، أشرت أنت بفترة بمجال الدفع لما بيكون المالك عامل العقد والاستشاري مثل حالاتنا لحنا هو مكتب من برا انترناشنال. طيب إيش الوضع لما بيكون مسجل بالبلد نفسه؟ يعني مثلا بتلاقي في بعض الكونسلتنسي اللي عندهم مثلا بالسعودية، خلينا نقول XY سعودي أرابيا، بيكون عنده مسجل وعنده ريجستر وهيك، بهيك حال شلون موضوع تغير العملة وفرقة مثل حالة مصر من 2013 ل 2017؟ مش حضرتك هنعمل العقد ليكون فيدر كابيض مكتوب فيه جنسية جنسية المالك وجنسية الاستشاري؟ طيب فالاستشاري ده لو هو كاتب انه سعودي خلاص انا سعودي، لو كاتب انه هو ألماني او انجليزي هيكون كاتب انه هو ألماني او انجليزي. وعملة التعاقد ايه هي عملة التعاقد؟ هل هي جنيه استرليني ولا هي يورو ولا هي جنيه مصري؟ فهنا ماليش علاقة انا هو فرع ولا هو رئيسي، هو اسمه جنسيته ايه في العقد هي دي اللي بتحكم. بلد المشروع ايه في العقد هي دي اللي بتحكم. قلنا بلد المشروع اللي فيها معظم الأعمال هي دي اللي بتحكم. فإذا كان ألماني وكتب إنه ألماني يبقى خلاص هو ليه علاقة بالفورن كرنسي. شكرا ليك يا دكتور. شكرا، الله يعطيك العافية ويبارك فيك يا دكتور. شكرا. بشمهندس سمد. طيب في بعد اذن حضرتك يا دكتور في سؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش سامع اتفضل. طبعا بنشكر الدكتور مصطفى على المحاضره القيمه ديت، ونتمناها ان شاء الله تتكرر في عده مواضيع، طبعا في نفس المواضيع، لانها فعلا بتبقى ثريه بمعلومات كبيره جدا وعظيمه للاخوه كلنا. سؤالي دكتور مصطفى، في حالة عقد الاستشاري والفيديك مثلا الأبيض دوت، وفي مثلا احنا في السعودية مثلا على افتراض ان في حصلت ضرائب او رسوم او فات حصلت اثناء التنفيذ او زيادة مثلا رسوم الإقامة او خلافه، فهل بيبقى في يقدر الاستشاري يعمل كليم للمالك بهذه الزيادة ولا لا؟ ده السؤال الأولاني. والسؤال الثاني طلب من إذن حضرتك، يعني لو تزودنا أو الإخوة في المجموعة تزودنا بكتاب الأبيض، وزي ما أنت موجود على سبيل المثال عربي وإنجليزي، يعني على أساس برضو يبقى الناس والإخوة كلنا محتفظين بهذه النسخة، وتسجيل المحاضرة طبعا القيمة ديت، وكون شاكرين لحضرتك دكتور مصطفى. شكرا. شكرا لك يا المهندس عماد. طبعا أستاذ كبير في العقود، معروف في الميديا في السعودية، غني عن التعريف. شكرا لك على اهتمامك وحضورك في المحاضرة. بنشكر بيم العربية انها تدينا الفرص دي ان احنا نتقابل. بالنسبة للضرائب والرسوم وتغير القوانين وتغير الرسوم وفرض ضرائب جديدة، بنرجع لبند اللي اسمه الشينج انجليزيشن، مش مهندس عماد.
مكتوب فيه كده ان هو يحب التعويض اهو افتر الشريحه باينه مش مهندسين نعم نعم يبقى بكل وضوح من حق الاستشاري التعويض وزاره الماليه دايما بتنزل لائحه تنفيذيه تاخد بيها مستحقات فاذا نعم الاجابه نعم سواء ضرائب سواء رسوم اضافيه سواء جمارك زياده اي حاجه منها. السؤال الثاني بسم الله الرحمن الرحيم كنت عايز اجيب لك برضه تغير الظروف عشان تفهمك اللي هو بند 4 5 المفروض ده من اهم البنود مكتوبه عندنا في الاجنده ان احنا بيحمل الاستشاري كتير وبيعمل توازن اقتصادي للعقد بيعطي الفورم change in circumstance تمام كده مش مهندس عماد تمام يا دكتور شكرا جزيلا دكتور الهارد كوبي والكلام ده كله مفروغ منه طبعا مش. في سؤال تاني؟ في سؤالين شكرا دكتور في سؤالين في حال الرغبه في زياده المان او المان باور هل يجوز عمل امندمنت الاتفاقيه الاستشاري وايه شروطه لو احنا عايزين نزود المان باور استشاري عايز يزود المان باور في حاله الرغبه في زياده المان باور معلش يا باشمهندس عمر انا هفهم ان بيقول اذا طلب الاستشاري زياده المان باور لسبب ما في حاجه غير كده لا في حالة الرغبة في زيادة المان باور هل يجوز عمل هل يجوز عمل هل ينفع ان احنا نعمل تعديل؟ تمام خليني اصيغ السؤال كده للبشمهندس اللي بيسأل هل متى يحق للاستشاري عمل تعديل في الاورجنايزيشن ستراكشر بتاعه؟ الاستشاري عنده هنختصر الاعداد الاستشاري عنده 5 مهندسين ديزاين ستراكشر ديزاين الخمسه المهندسين احنا بنتكلم عن بي او كيو فيها اعداد المشروع ده اتفق الاستشاري مع المالك على 5 مهندسين ستراكشر ديزاين وخمسه بيم كوردينيتور ولا 2 بيم كوردينيتور لمده 3 سنين ده الجزء اللي مهتم بيه الاستشاري دلوقتي عنده مشكله فيه. الخمسه زائد 2 بيم كوردينيتور ما يخلصوش الشغل في حالتين يا اما ما يعرفوش يخلصوا الشغل المنوط لهم خلال الثلاث سنين يا اما اكمل معلش الخمس مهندسين واثنين بيم كوردينيتور هيقبضوا هيستلموا فيز في الشهر اكس 1000 ريال فاذا مبلغهم على بعضه 200000 ريال في الشهر ال 200000 ريال دول في 3 سنين ب 720000 ريال ولا مظبوط 720000 ريال الاستشاري بيقول انا عارف انا هاخد منكم 720000 ريال عشان 5 مهندسين واثنين بيم كوردينيتور وانا النهارده بقول لك يا مالك هذا العدد غير كافي للسكوب اوف ورك الاصلي للمشروع هل يجوز للاستشاري طلب تشينج هنا؟ انا برد بقول لا يجوز للاستشاري طلب تشينج هنا كررت كلمه الاصلي انا بختلف عن بعض الدكاتره او المحاضرين في طريقه شرح المساله انا بقول الاصلي عشان اقطع الاستفسارات ماذا لو السكوب الاصلي فاذا لا يجوز تعديل ال 720000 ريال في اطار السكوب الاصلي. طب ممكن السؤال يكون ايه تاني؟ طب افرض السكوب ما بقاش السكوب الاصلي بقى فيه اديشنال سيرفيسز تدور حضرتك بعد المحاضره عن الاديشنال سيرفيسز اللي انا كاتبها ما دام في سكوب اضافي يبقى فيه اديشنال سيرفيسز يبقى فيه تشينج ريكويست باي ذا امبلوير يبقى فيه تشينج اوردر
to be prepared by the consultant and submitted for approval by the client. هما دول الحالتين. نعم زودنا الاكشنج الاستشاري اقترح قال الخمسة زائد اثنين مش كفاية على السكوب الجديد انا محتاج ازود اثنين ستراكشر انجينير وواحد بين كوردينيتور دول يعملوا في الشهر 70,000 ريال يعملوا 60,000 ريال 60,000 ريال هيشتغلوا زيادة 7 شهور يبقى 60,000 ريال في 7 شهور ب400,000 ريال يطلع تشينج اوردر ب400,000 ريال كونديشنال الاشخاص الذين وظائفهم كذا وكذا سيعملون لمدة 7 شهور بدءا من شهر يناير الى بداية شهر اغسطس فول ستوب. شكرا لك يا مهندس اللي سألت هذا السؤال. هل شوف حضرتك دكتور السؤال الاخير في حال قام صاحب العمل باخفاء معلومات عن الاستشاري عملت اخطاء لو صاحب العمل اخفى معلومات عن الاستشاري وده ادى لحدوث اخطاء ايه هو الحل في حاجه زي كده؟ اخفاء المعلومات عن الاستشاري وعدم قيام المعلومات قيام المال او قيام الطرف ببذل العنايه الكافيه لإمداد الطرف الآخر بالمعلومة المطلوبة أو الغير مطلوبة أو التي يرى أن تكون لها صلة بالعمل بيقع تحت بند اسمه سبايران دكتورين في أمريكا أو المسؤولية عن إعطاء المعلومات دي موجودة في القانون أكثر من العقود طبعا to entitle the consultant for very clear claim and substantiation will be very easy in that part. المالك لو أخفى معلومات المالك مدان. تمام يا دكتور شكرا حضرتك دكتور محاضرة قيمة ويعني خلت عندنا شغف إن إحنا نتعرف أكثر على الفيديك ونتعلم منه أكثر استفدنا كتير جدا يعني كان عندنا فكرة عن الفيديك مبهمة إنما حضرتك ما شاء الله سهلت لنا الموضوع الله يكرمك يا دكتور جزاكم الله كل خير انا كده هزعل من حضرتك هو مش موضوع هو حاجه عاديه خالص ما ينفعش يتعمل بيه دعايه ما ينفعش يقول مجموعه الفيزيك الموضوع بسيط بالنسبه للمهندس بالذات والمحامي طبعا موضوع جميل موضوع بسيط ما هوش قانون ما هوش دكتورين ما هوش قاعدة فقهية ما هوش مجموعة عقود أثبتت نجاحها لذيذة وجميلة ما هيش الموضوع اللي يخلي حد يبص إلى شبح دايما أنا بصر لما ألتقي بزملاء خبرة كبيرة زي حضراتكم وأكد على هذه الجزئية عشان أوقف الفوبيا اللي بتعملها بعض الدعايات الموضوع بسيط خالص يا باشمهندسين وبشكر المهندس عمر طبعا ان هو ذكر الجمله دي وانا متاكد ان قصدها عشان ده راجل كبير ومعترف او محترف اشكركم جميعا واتمنى ان نلتقي قريبا في بيم العربيه وبشكر بيم العربيه على مجهود الرائع اللي هي بتعمله وربنا يقدرنا كلنا على ان احنا نتعاون في خير دائم جزاكم الله الباشمهندسين حبايبي واللي اعرفهم واللي يعرفوني واللي ما اعرفهمش دكتور ابراهيم عطيه شخصيه موجود هنا ما شاء الله والاساتذه الكثيره معروفين واحمد شطر طبعا حبيبي واخويا ربنا يخليكم كلكم واشكركم الباشمهندسين بشكر المهندس عمر سليم وبالنيابه عنكم كمان بشكركم بشكره هو والى اللقاء في محاضرات قادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته